بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، ويسر لنا أمورنا مع السلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا. اللهم إنا نتوكل عليك فلا تكلنا، وإياك نسأل فلا تخيبنا، وببابك نقف فلا تطردنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما تشرح بهما صدورنا وتفرج بهما كروبنا. أما بعد، نكمل قراءة الرسالة القشيرية للإمام القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما في الدارين آمين. باب التوكل، وهو باب طويل من حيث ذكر بعض تفاصيله، وإن كان لا يخلو من تكرار، ونحاول أن ننتهي من الباب اليوم. باب التوكل نحاول ننتهي من الباب اليوم حتى يعني لا نطيل شرح الكتاب. والتوكل من أعمال القلوب، والأسباب من أعمال الجوارح، فأنت مكلف بجوارحك بالأخذ بالأسباب، ومكلف بقلبك بالسكون إلى الله. فأنت في الأسباب منهمك، وفي القلب ساكن، فتكون متحرك بالجوارح ساكن بالقلب. هذا هو التوكل. والسكون معناه الاطمئنان إلى قدر الله عز وجل الذي قدره لك. فالتوكل سكون لوعد الله عز وجل، سكون لوعد الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يدبر الأمر يفصل الآيات، وأن الله سبحانه وتعالى يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فسكنت أنت لوعد الله هذا، واطمأننت له بقلبك، ولكن يبقى معك اختيار. فإذا ارتقيت من التوكل إلى التسليم، والتسليم أعلى من التوكل، فتكون قد اكتفيت بعلم الله، فلا اختيار عندك، ولكن تركت اختيارك لعلم الله. وهذا مقام خواص الخواص، وهي صفة الأولياء. فالتوكل صفة المبتدئين السالكين، والتسليم صفة الأولياء. فإذا ارتقيت في التسليم فوضت الأمر إلى الله، فالتفويض أعلى من التسليم، وهذا صفة العارفين وصفة خواص الخواص، اكتفاء بحكم الله لا بعلم الله، ورضا بحكم الله لا اختيار، قبل علمك بحكم الله. والله يحكم لا معقب لحكمه، إن الأمر كله لله. فالتفويض أعلى من التسليم، والتسليم أعلى من التوكل، لأن التسليم والتفويض لا اختيار للعبد فيهما، أما التوكل فهو سكون لوعد الله مع بقاء الاختيار، مع عدم الالتفات إلى الأسباب. هذا في حد ذاته مقام عالي، لكن كل مقام فيه الأعلى منه. والتوكل ثمرة الرضا، أو الرضا ثمرة التوكل، أيهما وجد وجد الآخر. فإذا وجد الرضا وجد التوكل كثمرة له، فإذا برأت من باب الرضا وصلت إلى التوكل، وإذا دخلت من باب التوكل وصلت إلى الرضا. وأول خطوة في الرضا هي القناعة كما تكلمنا، فالقناعة أول خطوة في الرضا. فإن دخلت إلى التوكل من باب القناعة فالرضا
فالتوكل فالتسليم فالتفويض. وإن دخلت من باب التوكل وصلت إلى الرضا فاليقين فالمحبة فالتفويض، وهكذا كل يوصل. ولكن العبرة بأن تبدأ وأن تسلك وأن تتذوق مثل هذه الأشياء في حياتك مع اختلاف تدابير الله فيك. علامة التوكل الرضا بما بالموجود وعدم التطلع للمفقود، وحفظ الأدب في الأسباب. عشان تبقى متوكل لازم يبقى فيه ثلاث علامات: تكون راضي باللي انت فيه، قانع بما انت فيه، ثم بعد ذلك تتقي الله في الطلب، في طلب ما تريد، لأنه لا زلت لك اختيار، فأنت ما زلت من أهل الاختيار، لم ترتقي إلى ترك الاختيار والإرادة، إلى المريد الفعال لما يريد. فلما كان لك اختيار فلابد أن تتقي الله في اختيارك، فلا تلجأ لطلبك إلا من الحلال. فإذا كنت تطلب سعة الرزق مثلا ولا تريد التضييق فيه، فأنت تأخذ بالأسباب طلبا لسعة الرزق، فعليك أن تطلب الرزق الحلال فتتقي الله في طلب الرزق. ثم بعد ذلك تراعي الأدب في حال طلبك الرزق من الحلال، فلا تضر غيرك ولا تحقد على غيرك ولا تنافس غيرك ولا تحسد غيرك، مراعاة للأدب في الأسباب. فهذه العلامات إن توفرت فيك فأنت تسير في التوكل. سئل سيدنا علي بن أبي طالب ما معنى التوكل، سيدنا علي بن أبي طالب أصل هذا الباب في السلوك، وهو الوارث الحقيقي للسلوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ورث منه الأولياء والصالحين رشفات، فهو باب مدينة العلم. سئل عن التوكل سيدنا علي فقال: التوكل هو التحقق بقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فإذا تحققت بأن كل ما في الأكوان مقدور فلا تندم ولا تتحسر ولا تتعجل ولا تفرح فرحا يضغيك. فإذا كنت في هذا الحال سكن قلبك واطمأن، فهذا هو حقيقة التوكل. قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله يعتمد على الله، يرضى بحكم الله، يقنع بوعد الله، فهو حسبه أي كفيه. إن الله بالغ أمره، بالغ أمره، كل القراء يقروها كده إلا حفص. إن الله بالغ أمره، حفص الوحيد اللي يقراها كده. إن الله بالغ أمره، وباقي القراء: إن الله بالغ أمره، لأن لابد ما قدره الله يكون، فلا حيلة في الرزق، مش كده برضو، ولا شفاعة في الموت. قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي وقتا معلوما وقدرا معلوما وكما معلوما وكيفا معلوما وحالا معلوم. فأقدار الله لها أوقات ولها كيفيات ولها أحوال، كل له وقته وكل له كيفه. فإذا كان الأمر بهذا الشكل فتوكل على الله، فاستعن بالله ولا تعجز. وقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالتوكل هو حال المؤمنين، أما حال المحسنين فهو التسليم والتفويض،
لأن في مقام فوق الإيمان وهو الإحسان. فحال المؤمن التوكل، وحال المحسن التسليم والتفويض. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى حال الإحسان هو كمال التسليم. وقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يبقى الأخذ بالأسباب مقام الإسلام، والتوكل مقام الإحسان، والتسليم والتفويض مقام الإيمان، والتسليم والتفويض مقام الإحسان. فالأخذ بالأسباب شريعة، والتوكل طريقة، والتسليم والتفويض حقيقة. فعليك أن تأخذ نصيبك من الشريعة ومن الطريقة ومن الحقيقة حتى يكمل الدين. أخبرنا الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن أحمد الأصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب بن عبد القاهر قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أريت الأمم بالموسم، فرأيت أمتي قد ملأوا السهل والجبل. أريت الأمم بالموسم، ربما رؤية منامية، ويكون الموسم هو القيام حيث حشر الناس، لأن النبي رأى أمته وسط الأمم السابقة، ولا يكون ذلك في الحج. كاتبينها هنا في الهامش في الحج، أنا مش عارف ليه أولوها بهذا المعنى. وأريت هنا، والشيخ العروشي قايل كده بس ما اعرفش ليه قالوها كده، لكن المعنى ماشي ان هي أريت رؤية منامية، ورأى أممه في أمته في وسط الأمم، وهذا لا يكون إلا يوم الحشر. أريت الأمم بالموسم، فرأيت أمتي قد ملأوا السهل والجبل، فأعجبني كثرتهم وهيئتهم، فقيل لي أرضيت؟ فقلت نعم. قال ومع هؤلاء، يعني كأنه شاف أمته كلها. أيوه أنا بتهيألي كده. أيوه في سنن أبي داود، ما هو جل من لا يسهو، يعني العلماء جل من لا يسهو. ممكن العالم يسير على إيه؟ سهو عالم آخر، فيشرع على سهو العالم، فما يدورش. أيوه ممكن في موسم الحج، يعني اصل اريته، الثانيه يقول رايته مش كده، انما هنا اريته يعني ربنا وراه، فتكون في الرؤيه المناميه. ما يضرش، لكن اي مناميه كله بيحج. ايوه أصل هو شاف أمته كلها هنا، وقال أمته كلها كانت في موسم الحج بتاعه. طيب أدي المسألة، كنتش أنت موجود ولا أنا موجود، طب ما احنا من أمته مش محسوبين برضو عليه، ولا احنا هنضيع يعني نطلع من المولد بلا حمص؟ يعني مش لازم نبقى معاهم، ربنا يحشرنا في زمرتهم. فالمهم أريته، على أي حال هي ربنا ور يعني أظهر لنبيه أن أمته أمة عدد كبير. الحكاية بغض النظر عن التفسير، لكن واضح الأمر واضح. فلا أمته ملأوا السهل والجبل، فأعجبني كثرتهم وهيئتهم، فقيل لي أرضيت؟ فقلت نعم. قال ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن الأسدي، عكاشة وعكاشة تنفع بالتشديد وتنفع بالتخفيف. فقال عكاشة، عكاشة بن محصن الأسدي، فقال يا رسول الله ادعو الله، ادعو أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم. فقام آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم
سبقك بها عكاشة. وده من حسن بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش انت مش منهم، لكن لان كده يمكن ياخد على خطر، لكن قالوا سبقك بها عكاشة، هي نفس المعنى، يعني انت مش منهم، لكن ما قالوش انت مش منهم. لا كان لا يحب ان يقول قولا يدخل الحزن على قلب مسلم صلى الله عليه وسلم. السبعون ألف دول يدخلوا الجنة بغير حساب. النبي شفع لله فخلى مع كل واحد بالسبعين ألف سبعين ألف في أحاديث أخرى، يعني كل واحد هياخد معاه سبعين ألف زيه كمان بغير حساب، فالحكاية هتبقى يعني حاجة رحمة كبيرة. لا يكتوون، يعني معناها لا يطلبون العلاج معتمدين على الأسباب أن لها تأثير، بس هذا المعنى بعيد، في علماء فسروها كده، لأن لو اعتقد مسلم أن هناك تأثير في العلاج مع الله ده ما يبقاش مسلم أصل، لأن المؤثر هو الله، فيبقى ما همش بقى فضيلة، يبقى هم كل المسلمين كده. وعلشان كده لازم الواحد يبتدي يفكر يعني إيه لا يكتوون، يعني لا يلجؤون للعلاج الشديد الإيلام اعتمادا على أن الله يقدر أن يشفيهم بغير هذا الإيلام، لعدم تعلقهم بالأسباب فقط. يعني هو يعترض على العلاج اللي فيه ألم شديد، ليه؟ لأن أمله في الله معلق أنه ينظر إلى ضعفه فيعالجه بأقل إيلام من هذا، ولكن عافيتك أوسع لي، مش كده برضو؟ لأن في بعض الأمراض علاجها شديد زي المرض نفسه، نسأل الله السلامة. يعني في بعض الأمراض السرطانية العيان مسكين لو اتعمل له جراحة جراحتها صعبة جدا، ولو خد علاج كيماوي يتعب جدا، ولو خد علاج إشعاعي يتعب جدا، يعني كله أصعب من بعض. فتبص تلاقي المريض ما قدموش إلا السبب ده، دول بقى من شدة توكلهم اما يلاقي الحكاية كده يقول لا يا رب اشفيني بقى، انا مش قد الشغلانة دي، رضا بقضاء الله واستسلاما لقدره مع علمه ان الله قادر ان يعالجه باقل شيء. وده بنلاحظه عند مرضى كثيرين مسلمين، بنلاحظه احنا في ممارستنا للمهنة ان في ناس فيهم متخصصية، اول ما يعرف ان الحكاية كده العلاج كده صعب كده، لا مش عايز. ليه مش عايز يا سيدي؟ انا ربنا يشفي، انا مش عايز، خلاص ما تغصبش عليه، انت لو دكتور عندك حكمه ما تغصبش عليه، خلاص سيبه في حاله. ولا يتطيرون، يعني ما يتشاءموش، لعلمهم ان الامور بقدر، لان التشاؤم ده من فعل الجاهليه، فالتشاؤم حرام والاعتقاد فيه كفر، لكن العمل بمقتضى حرام، فالعمل بمقتضى التشاؤم حرام، وده يستوي في كل المسلمين، والاعتقاد فيه ده كفر لأنه ده في فعل الجاهلية. ولا يسترقون، يعني لا يسترقون برقية الجاهلية أو بالرقية اللي هي غير معلوم، لاعتقاد أنه مؤثر. يقول لك أنا شفت قطة سودة يوم 3 يوم 13، يا دي المصيبة، يبقى أنا النهاردة مش مسافر كده. في ناس، ما هو العمل بمقتضاه حرام، ولكن ان يعتقد ان لابد يحصل حاجه وان هذه الاشياء تكون مؤثره ده كفر، مفيش مسلم يعمل كده. ايوه معلش، بس مش معتقد انه مؤثر، بيعتبره علامه، معرف، معرف عن نكد. واللي بيعتقد انه معرف عن نكد ده، يعني هذا الفعل اللي ده مش معناه انه هو فاعل، فما يعتبرش كفر، معصية بس، حرام بس، لو تاب خلاص يتوب، ما يلقش المسلم يعمل كده. خدت بالك؟ ادي كل الحكاية. لكن لو يعتقد انه هو كده هو مؤثر، فهمت ازاي؟ المؤثر هو الله والفاعل هو الله، فده كفر. يؤثر بذاته، فهو ده بقى اللي كفر. التفاؤل ده مطلوب، لأن التفاؤل ده حسن أمل في الله، حسن ظن في الله، فالتفاؤل مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل ولا يتشاء. ولا يسترقون، يعني ما يطلبش الرقية الجاهلية،
لكن لو استعمل الرقى الشرعية برضو داخل في المتوكلين، خد بالك. ولو استعمل العلاج العادي زي العسل، علاج كده البسيط، ياخد له شربة، ياخد له مش عارف ايه، اي حاجة من دي تمشي الامور، واخد بالك. لكن يقولوا له لا، ده انت علاجك ده هيكلفك زرع كبد، ولازم تسافر بره، وزراعة الكبد دي تتكلف $1,000,000. يقعد يشحت وهو معهوش اصلا دولار واحد، يقوم يتعلق قلبه ايه بزرع الكبد، ما قداموش الا هي دي، يكتب في بريد الاهرام وفي بريد مش عارف الجمهورية وبريد المسا، ويلم فلوس من جميع انحاء العالم، وفي الاخر يروح يموت في امريكا. خلاص، ادام ربنا مش ميسر لك العلاج ده ابعد عنه، وقول يا رب اشفيني. قادر يا سيدي، قادر. احنا شفنا ناس مرضى فشل كلوي والله تركوا الغسيل وراحوا قعدوا يدعوا لربنا، قلنا تحللهم اتحسن لوحده، ان شفته بعين اتكتب عليهم غسيل الكلى، خلاص غسيل ما فيش حل. راحوا عند ستنا زينب والله، وقعدوا حد الفجر ويدعوا يدعوا يدعوا يدعوا، ما فيش، لحد ما بصينا لقيناهم بقوا يخفوا. ناس كتير كده يعني، العلاج ممكن يتم بالدعاء برضه، خد بالك، وبالصلاه على النبي. ناس كتير خفت بالصلاه على النبي، مش حتى عملها اغنيه، يقول لك انا عليل ودوايا النبي، ده الراجل عملها اغنيه، في اكتر من كده، قال انا عليل ودوايا النبي. جربت دواك النبي لما عييت؟ جرب، في ادويه حلو. ما هو سيدنا البوصيري لما جاله شلل نصفي عمل ايه؟ كان دواء النبي. هو الشلل النصفي لحد دلوقتي بيتعالج ولا بيتعالج لحد دلوقتي؟ لكن اهو النبي خففه، ها، كان عليل ودواء النبي. جرب انت ادويه كتيره بقى، يعني الحكايه فيها ادويه كتيره. دوا مرضاكم بالصدقه، طب جرب، بدل ما تصرف علاج وتجيب روشته ب 1000 جنيه، طب ادي ال 1000 جنيه دي اليتيم، اتفرج هيحصل لك ايه، احسن ما تديها للصيدلي، جرب شوف كده هيحصل لك ايه، رحمه كبيره. احنا مجربين الحاجات دي مع مرضى كتير، يعني دي مهنتنا وشغلتنا، وعارفين الفلس اللي الاطباء فيه يعني، في امراض كتير الاطباء بيبقوا واقفين فيها مفلسين، ما يعرفش يعمل فيه حاجه. فتبص تلاقي ان دل العيان على حاجه زي دي، تبص تلاقي سبحان الله يجي لك العين حاجه تانية. فدي حاجات كتيره، وسائل حلوه جميله عظيمه، فتخلي قلبك متعلق بالله. الخلاصه، ان يسر لك العلاج خير وبركه، خده. ان لم ييسره ما تروحش تشحت العلاج وتريق ماء وجهك، لا، ربنا ممكن يعالجك بعلاج اخر ميسر لك. انت بدل ما تشحت وتشتري العلاج، روح صلي ركعتين وتوضى بميه ببلاش، وقول يا رب، وامسك سبحه وصلي على النبي 1000 مره، احسن ما تروح تشحت تاخد العلاج، مش كده برضو؟ جرب الحكايه دي هتلاقيها رحمه. ففي وسائل كثيره، يعني الخلاصه ان باب رحماته واسعه، رحمات ربك واسعه وابوابها كثيره، ما تضيقهاش. وعلى ربهم يتوكلون، يعني ياخذون بالاسباب بقدر ما اتاحها الله في ايديهم، دون الاعتماد عليها ولا النظر اليها ولا الركون والسكون عليه، وعاشوا حياتهم مستريحين. فلما عاشوا حياتهم مستريحين لاطمئنانهم بالله، ربنا ريحهم يوم الحساب، دخلهم بلا حساب. شفت الرحمه بقى، ما هو الثواب على قدر العمل. ها؟ سيدنا عمران وحسين اصيب بمرض حوالي 20 سنه، وكان عنده استسقاء، وكان من كتره بطنه عليت كده ما كانش يقدر يقوم. البواسير ثانويه ناتجه عن فشل كبدي، ما هو الفشل الكبدي ساعات يعمل بواسير لما يبقى فيه ارتفاع في خواليل الباب، لكن هو كان عنده استسقاء، البواسير ما تخلوش يرقد 20 سنه، ما ترقدش يعني، البواسير ذاتها ما ترقدش. مش شايف ما كان عنده بواسير وكان رايح جاي يقضي مصالحه وكان عايش عنده بواسير؟ بواسير في حد ذاتها ما ترقدش، اللي يرقد ان يكون عنده بواسير ناتجه عن مرض اخر عضال، زي ارتفاع الوريد البابي وفشل كبدي وشغلانه كده، يبقى عنده بواسير صحيح بس بسبب فشل كبدي. فهو يبدو انه عنده كده لانه كان عنده استسقاء. ما هو اكتوى، ما هو لا، ما هو اكتوى بس ما خفش. ما خفش، لو كانت بواسير عاديه كانت تخف بالكي العادي. فقالوا ان هو صبر جميل لحد ما كانت تصافحه الملائكه عيانا، فلما اكتوى امتنعت عنه الملائكه، لانه خلاف الاولى. خلاف الاولى بس. لان الكي خلاف الاولى.
هو مباح ولكن خلاف الأول، الكي مباح ولكن خلاف الأول، وربنا بيعامل أولياءه معاملة خاصة مش زي سائر الناس. فسائر الناس لما يكتبوا ما جراش حاجة، لكن لما يجي بقى من حد من الأولياء يعمل حاجة زي دي، ربنا سبحانه وتعالى يعامله على قدر مقامه. ادي المسألة. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني نصح بالكي ولم يكتوي، ولكن احتجم صلى الله عليه وسلم. الخلاصة انا هقول لك بعد خبرة سنين في العلاج، العلاج المتاح ليك الميسر على قد جيبك الشفاء هيجي بيه، والحاجة اللي مش ميسرة على قد جيبك والله لو استلفتها وشحتها من جميع الدنيا مش هيجي لك الشفاء من ناحيتها دي بالتجربة. عشان كده يجي لي واحد يقابلني بروجكت يقول لي يا دكتور، ما يعرفش ان انا دكتور بقى، يلاقيني في الشارع يقول لي ساعدني في، اقول له امسك قطعها قطعها وما تجيبهاش، ما تشحتش عشان تاخد دواء مش هتخف. لو جعان متعري اشحت على قد ما تستر عورتك وتسد جوعتك، بس ازيد من كده ما تشحتش، والا مش هيجي لك شفاء من اجل ودي بالتجربه فعلا. ما حدش شحت عشان علاجه خف لعلمك يعني، واسال الشحاتين. انا مره جمعتهم في قايتباي واديتهم درس امتى يشحت، اداب الشحات والله، لان كل ما اطلع الاقي خمسه سته حواليا رحت لميتهم مره واديت لهم درس ازاي يشحت وامتى يشحت ومتى. ما هو اصل في باب في الفقه اسمه السؤال، متى يصح سؤال الناس شرعا. ما هو النبي سال، مش قالوا واحد فقير سال الصحابه عشان يساعدوه، مش كده برضه؟ هو صحيح لم يسأل لنفسه لكن سأل لغيره، يبقى السؤال له آداب، لازم الواحد يعرف ايه فقه المسألة عشان يبقى الرزق اللي جاي له من المسألة ده حلال وإلا يبقى حرام. وديتهم درس وقعدت معاهم يجي نص ساعة وبرضه مفيش فايدة، رجعوا تاني برضه مصممين. سمعت عبد الله بن يوسف الأصبهاني يقول، سمعت أبا نصر السراج يقول، سمعت أبا بكر الوجيهي يقول، قال أبو علي الرزباري قلت لعمرو بن سنان احكي لي عن سهل بن عبد الله حكاية، فقال إنه قال علامة المتوكل ثلاث، لا يسأل ولا يرد ولا يحبس. شفت الجمال، كلام في الشفا، لا يسأل غير الله، أدي معنى لا يسأل، يعني لا يسأل الناس شيئا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان ياخد العهد من بعض الصحابه الا تسال الناس شيء، خد العهد كده من بعض الصحابه عهد خاص، منهم سيدنا عباده بن الصامت وغيره، الا يسال الناس، لدرجه كان يقع منه الصوت وهو على فرسه فلا يطلب من خادمه ان يناوله اياه، ينزل تاني ياخد. يبقى لا يسال ولا يرد، اما لا يرد سائل اذا ساله بما في يده فيعطيه، او لا يرد ما جاءه بغير مسألة لأنه رزق سقاه الله له، تحتمل دي وتحتمل دي مش كده برضو؟ يعني تحتمل لا يرد ما جاءه بغير مسألة لأنه رزق سقاه الله له، أو لا يرد سائل سأله وفي يده ما يعطيه، ولا يحبس، أي لا يحبس ما زاد عن حاجته في وقته، ما فيش حاجة يحبسها عشان بكرة، هو كل وشبع وعنده حاجة زيادة ما يحبسهاش خلاص يطلعها في الحال، ما يقولش خليها لبكره. يعني ما عندوش نمليه ولا اوضه خزين ولا فريزر ولا دولاب يشيل فيه هدوم. فهمت ازاي؟ ادي معنى ايه المتوكل عند سيدنا سهل بن زيد. يعني عنده حاجه يستر بيها هدمته في الشتاء يبقى ما يحبس هدمه الصيف. هو ضامن هيجي له صيف؟ وهكذا، يبقى طريقته كده، ده راي سيدنا سهل بن سعد. لا يحبس شيء عنده فائض عن حاجته في حاله في وقته كويس، ولا يرد، لا يرد سائل بما سأله. شفت نبينا صلى الله عليه وسلم كان لا يرد سائل، وكان إذا اشترى ثوبا تصدق بالذي عنده فيلبس الجديد، كده حاله صلى الله عليه وسلم، يعني حال النبي وإمام المتوكلين. ما هو قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني سيدهم يعني نمرة واحد في كل المقامات، يعني كل مقام عالي تلاقي نمره سيدنا الرسول هو نمره واحد والباقي كله خلفه، هو امام المتقين مش كده برضه؟
فتلاقي اذا قلنا التفويض يبقى هو نمره واحد في اهل التفويض، اذا قلنا التسليم فهو نمره واحد في اهل التسليم، اذا قلنا التوكل فهو نمره واحد في اهل التوكل، وهكذا. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت ابا عبد الله الشيرازي يقول: سمعت ابا موسى الدبيلي يقول: قيل لابي يزيد: ما التوكل؟ سيدنا ابي يزيد البسطامي. فقال لي: ما تقول انت؟ انت بتقول في ايه؟ فقلت: ان اصحابنا يقولون: لو ان السباع والافاعي عن يمينك ويسارك ما تحرك لذلك سرك، يعني ما تعبتش رضا بما قسمه الله لك، يعني لانه لا يخاف الا من الله. لو ان السباع والافاعي عن يمينك ويسارك ما تحرك لذلك سرك، زي ما جبنا سيرة احد الصالحين ايام ما كنا بنجيب سيرة الصالحين، ورموه في وسط السباع عشان تاكله ايام ابن طولون، فقام بيسالوه بيقول له: كم حالك ايه والسباع دخل عليك كده بتزمجر؟ قال: كنت افكر هل سؤر السبع طاهر ولا نجس؟ هو ده كان اللي مسيطر على مخه ساعتها. يعني مش مساله خوف، ده مساله حاجه تانية، ده لكمال توكلهم. فقال ابو يزيد: نعم هذا قريب، يعني ده مش التوكل، ده قريب، يعني قرب، يعني اللي كان كده يبقى قرب. ده سيدنا ابو يزيد بقى هو عايز يعليه شويه: ولكن لو ان اهل الجنه في الجنه يتنعمون واهل النار في النار يعذبون، ثم وقع لك تمييز عليهما، خرجت من جمله التوكل. يعني ثم وقع لك تمييز، يعني اختيار لنفسك، يعني انت شفت اهل الجنة بيتنعموا واهل النار بيتعذبوا، فانت بصيت كده وبصيت كده وقلت: يا رب اجعلني مع اهل الجنة. بقيت بتختار، تبقى فين التوكل؟ التوكل انك تسلم امرك لاختيار ربك. شفت المعنى بقى؟ هو عايز ينقله نقلة كبيرة، عايز ينقله نقلة كبيرة. احنا بتوع سباع وافاعي وكلام من اللي احنا عندنا فوق ده كله، فهمت ازاي؟ سيدنا ابو يزيد كان يضرب بيه المثل يعني في مقامات التوكل، فهو عايز يعلي همة هذا الانسان. وقال سهل بن عبد الله: أول مقام في التوكل أن يكون العبد بين يدي الله عز وجل كالميت بين يدي الغاسل، يقلبه كيف شاء، لا يكون له حركة ولا تدبير. شفت أنت الميت بين يدي الغاسل بيختار، بيتكلم زي ما يقلبه كده، حاضر يقلبه كده ساكت. أنت بقى مع الأقدار تكون كده، ما أقدر إلا يقلبك كيف شاء، لا تتزمجر ولا تتنرفز ولا تتضايق ولا حاجة. مش كانوا قالوا إن المتوكل ده عامل زي الطفل في إيه؟ في يد أمه، واخد بالك؟ طالما حاطط إيده مطمئن إن الثدي موجود وهو في حجر أمه، ما يفرقش أمه في البيت ولا في الشارع ولا في الشمس ولا في الظل، أمه جعانة ولا عطشانة ما تفرقش، ما تفرقش معاه حاجة خالص. هو طالما امه معاه وقاعد في حجرها انتهت الدنيا وما فيها، واخد بالك ازاي؟ فهي المعاني كده، انك انت تستشعر ان ربك سبحانه وتعالى يعني يقضي حاجتك حيثما كنت ولا ينساك. وقال حمدون: التوكل هو الاعتصام بالله تعالى، يعني الاعتماد على الله، التمسك بحبل الله لا بالأسباب، الأسباب تأخذ بها دون تمسك والاعتماد عليه. سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد البلخي يقول: سمعت محمد بن حامد يقول: سمعت أحمد خضرويه يقول: قال رجل لحاتم الأصم: من أين تأكل؟ فقال: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، يعني شتموا منافقين، ما أنت مش فاقه، ما عندكش فقه. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. واعلم أن التوكل محله القلب مش محله الجوارح، يعني أما تسمع درس التوكل تروح سايب شغلك تبقى أنت ما فهمتش عن التوكل حاجة. التوكل حاجة في القلب، هو سكون القلب إلى وعد الله واطمئنانه لوعد الله مع الأخذ بالأسباب دون الاعتماد عليه والالتفات له،
بس النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل ايه؟ كان يجيش الجيوش ويحفر الخندق ويلبس الدرع ويخالب بين درعيه، مش كده برضه؟ وكان امام المتوكلين صلى الله عليه واله وسلم. فيبقى الاخذ بالاسباب لا يقدح في التوكل، لكن الاعتماد علي هو الذي يقدح في التوكل. واعلم ان التوكل محله القلب، والحركه بالظاهر لا تنافي التوكل بالقلب، الحركه بالظاهر اللي هي الاخذ بالاسباب يعني. بعدما تحقق العبد ان التقدير من قبل الله تعالى، فان تعسر شيء فبتقديره، وان تيسر شيء فبتيسيره، او اتفق شيء فبتيسيره. اخبرنا علي بن احمد بن عبدان قال حدثنا احمد بن عبيد البصري قال حدثنا غيلان بن عبد الصمد قال حدثنا اسماعيل بن مسعود الجحدري قال حدثنا خالد بن يحيى قال حدثني عمي المغيرة بن ابي قرة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل على ناقة له فقال يا رسول الله ادعها واتوكل؟ فقال اعقلها وتوكل. ادعها يعني اتركها، ده فعل الجوارح، واتوكل يعني هل التوكل هو ترك فعل الجوارح الاخذ بالاسباب؟ فالنبي قال له لا، اعقلها يعني خذ بالاسباب وتوكل بقلبك، اعقلها وتوكل. وقال ابراهيم الخواص من صح توكله في نفسه صح توكله في غيره. يا سلام، من صح توكله برؤيته عجز نفسه عن نفع نفسه، صح توكله في عدم اعتماده على غيره حيث ان غيره لا ينفع نفسه، فكيف ينفعك انت من باب اولى؟ فهمت ازاي؟ اذا عرفت نفسك بالعجز وهي اكثر المخلوقات حرصا على جلب المنفعه لك، وهي نفسك وقد عجزت، تقوم تعتقد ان غير نفسك وهو اعجز منك عن نفع نفسه ان ينفعك، تقوم تتعلق بمخلوق؟ فهمت ازاي؟ اذا صح توكلك في نفسك صح توكلك في غيرك. فهمت ازاي؟ او في غيره. وقال بشر الحافي يقول احدهم توكلت على الله ويكذب على الله تعالى، لو توكل على الله لرضي بما يفعله الله به، لان هنا الرضا ثمرة التوكل عنده، وعند غيره التوكل ثمرة الرضا. حيثما بدأ الولي، بدأ من باب التوكل دخل للرضا، الثاني بدأ من باب الرضا دخل في التوكل، فده يوصف الرضا على انه ثمرة التوكل، والثاني يوصف التوكل على انه ثمرة رضا، كل على حسب ما هو دخل لمقام التوكل من اي باب. لو توكل على الله لرضي بما يفعله الله به. وسئل يحيى بن معاذ متى يكون الرجل متوكلا؟ فقال اذا رضي بالله تعالى وكيلا. مش وكفى بالله وكيلا؟ طيب، سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت محمد بن علي بن الحسين يقول سمعت عبد الله بن محمد بن الصامت يقول سمعت إبراهيم الخواص يقول بينما أنا أسير في البادية وإذا بهاتف يهتف فالتفت إليه، فإذا أعرابي يسير فقال لي يا إبراهيم التوكل عندنا، أقم عندنا حتى يصح توكلك، ألم تعلم أن رجاءك لدخول بلد فيه أطعمة يحملك؟ اقطع رجاءك عن البلدان وتوكل. يعني الأعرابي ده اللي بيعيش في الايه، في البادية مش في القرى. البادية دي يعني حتت لا فيها محلات ولا فيها نوادي ولا فيها أي حاجة، وقد ينقطع الماء لا تجده، وقد ينقطع الطعام لا تجده. فالأعرابي بيقول له التوكل عندنا احنا، عيش معانا يجي لك التوكل. إنما هتروح القرى تعيش هناك، طب ما انت كل ما هتقعد تلاقي المحلات فاتحه، وتلاقي الناس ساكنه يجيبوا لك الاكل، وتلاقي كل، هتتوكل ازاي؟ ما انت مش هتجرب نفسك، مش هتلاقي نفسك عندك فرصه تجرب نفسك. فادي ايه معنى كلامه، التوكل عندنا، اقم عندنا حتى يصح توكلك، الم تعلم ان رجاءك لدخول بلد فيه اطعمه يحملك، يعني يحملك انك انت يعني تدخل الى هذا البلد، يدفعك إلى الدخول والإقامة فيها، كأنك يعني الإقامة هناك اعتمادا على ما فيها من خيرات. اقطع رجاءك عن البلدان وتوكل،
شوف سيدنا إبراهيم، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، سابهم ولا قال لهم هتشربوا من هنا ولا هتاكلوا من هنا ولا حاجة، سابهم لربهم. لما سابهم لربهم شوف بقى حصل إيه، صارت هذه البقعة هي يعني مركز الأرض كلها، يجبى إليه ثمرات كل شيء من لدنه رحمة من الله. خرج ماء زمزم من قدم سيدنا إسماعيل، عند قدم سيدنا إسماعيل وهو طفل رضيع لا يستطيع أن يحفر حتى خربوش في الصحراء، بضربة قدمه وهو طفل صغير سيدنا جبريل خرم له الأرض طلع زمزم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله هاجر لو لم تقل زمي زمي لكانت نهرا إلى الشام. ولحد دلوقتي الناس بتشرب من بير من أيام سيدنا إسماعيل، مع فارق عدة قرون بعد جرهم طموه، وبعدين بعد كده فحفروا تاني سيدنا عبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم برؤية رآها، ومن يوم حفره سيدنا عبد المطلب مرة أخرى إلى يومنا هذا، والناس تشرب منه ببذخ بلا أي تراول، درجة الوقت عاملين للمدينة مواسير، للمدينة المنورة بتشرب من زمزم ولا ينتهي. يبقى فضل الله واسع، فضل الله واسع. حفروا في زمزم وقعدوا يعملوا تنقيب فيها علشان ينظفوها من حوالي 20 سنة ولا حاجة، لقوا ان عمق البير 30 متر تحت الارض، وان المية جاية من خلال الصخور، ما عرفوش يجدوا يعني مصدر ليها الا ان الصخور قاعدة بتنبع مية كده وخلاص. يصوروا ما عرفوش يصوروا، نزلوا لقوا نفسهم في بير عمقه 30 متر، والمية نزلوا ناس بلبس الغواصين عشان ينظفوا البئر ويعملوا التجديدات. حاجات غريبة سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. فإذا كانت المسألة كده، هل سيدنا إبراهيم أخذ بالأسباب؟ أخذ بالأسباب، ولكن كانت أسبابه هو ربه، واخد بالك، رب الأسباب سبحانه وتعالى. وسمعته يقول، سمعت محمد بن أحمد الفلاسي يقول، سمعت ابن عطاء وقد سئل عن حقيقة التوكل فقال: ألا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب مع شدة فاقتك إليها، ولا تزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك عليها. كلام جامد، كلام جامد، خد بالك منه، لأن أنت كل يوم فيه. يعني إيه الكلام ده؟ عشان تعرف أنت في سنة إيه في التوكل، هل لسه في الحضانة ولا في ابتدائي ولا قربت تتخرج ولا ما دخلتش أصلا. ألا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب، يعني التفات بالقلب إلى الأسباب مع شدة احتياجك إليه. هدي لك مثال، تروح للدكتور، لأن الإنسان في حال مرضه بيبقى أضعف ما يكون، تروح للدكتور يكشف عليك يقول لك أنت عايز تاخد العلاج ده دلوقتي ضروري، لو ما خدتوش يا دكتور لا هيستفحل وقد تموت. طب والعلاج ده بكام؟ ده الجرعة منه ب50,000 جنيه. إذا دكتور قول كلام، طب أنا هجيبه منين؟ هو أنا مالكش علاج إلا كده. تقوم تنزعج انزعاج شديد لأنك فقدت الأسباب وقلبك معتمد عليه، تبقى أنت مش متوكل. ده هو ربنا حطك الموقف ده كله علشان يعرفك أنك مش متوكل، جاب لك المرض ده وجاب لك الدكتور الفقري ده علشان يعرفك أنك أنت مش متوكل. فهمت ازاي؟ ادي المسألة كلها. يبقى انت قلبك انزعج للأسباب وانت في اشد الافتقار اليها، لانك محتاجها، مريض ومحتاج وعايز ومفيش الا الدواء ده. فاذا انزعج قلبك للأسباب تبقى مش متوكل. طيب الصورة الثانية بقى، ولا تزول عنك حقيقة السكون الى الحق مع وقوفك عليها. قال لك كده وانت راجل ملياردير، بالنسبة لك الأموال دي ولا حاجة، إيه 50,000 الجرعة دي؟ ده أنا لو أخدها كل ساعتين معاي ما تفرقش، لمدة سنة، لمدة سنة الفلوس ما بتخلص. تقوم يبقى قلبك هنا سكن للأسباب مش لرب الأسباب. ليه؟ لتيسير الأسباب عندك، تبقى برضه مش متوكل. لا الفقير ده متوكل ولا الغني ده متوكل.
شفت ازاي بقى المصيبة؟ يبقى التاني متوكل على ماله والاولاني الفقير متوكل على الاسباب التي لا يملكها، فانزعج لعدم حصولي على ما يستند اليه. فهمت المسألة بقى؟ اقرأ تاني كلام الشيخ، عبارة الشيخ عشان عبارتهم مهمة. ألا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب مع شدة فاقتك إليها. ده حالة الفقير اللي مش في إيده الأسباب واحتاجها. طيب والحالة الثانية، ولا تزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك عليها. التاني بياخد العلاج بقى الغالي ده كل ساعتين ومعاه الفلوس زي الرز، لكن مطمئن بقى للأسباب، قال إن شاء الله النتيجة مضمونة. فهمت ازاي؟ لا ما بصش بقى للحق، لفعل الحق، ده ركن الى الاسباب. سمعت ابا حاتم السجستاني يقول، سمعت ابا نصر السراج يقول، شرط التوكل ما قاله ابو تراب النخشبي، وهو طرح البدن في العبودية وتعلق القلب بالربوبية والطمأنينة الى الكفاية، فان اعطي شكر وان منع صبر. خد بالك، طرح البدن في العبودية، لأن العبودية هي إظهار التذلل بالأخذ بالأسباب. فأدي معنى طرح البدن في العبودية، أي أخذا بالأسباب تذللا إلى الله عز وجل. وتعلق القلب بالربوبية، وقلبك متعلق بالرب الذي يدبر الأمر لا بالسبب. والطمأنينة إلى الكفاية، ده رضا وقناعة به، فاطمأن راضيا وقانع. فإن أعطي شكر وإن منع صبر. يبقى من واجبات العبد أن يأخذ بالأسباب، ومن واجبات علاقته بربه أن يطمئن لربه، رب الأسباب. يبقى من أداب الإسلام الأخذ بالأسباب، ومن أداب الإيمان التعلق برب الأسباب لا بالأسباب حتى تكون مطمئن. ومن أداب الإحسان الاطمئنان وعدم الانزعاج، لأنه يرى الله مطلع عليه، يرى الله محيط به، يرى الله رحيم به، يرى الله لطيف بعباده. فإذا رأى كل ذلك اطمئن. وكما قال ذو النون، التوكل ترك تدبيرك النفس، يعني ترك التدبير، تدبيرك لنفسك، ما تبقاش انت رب لنفسك ولا لولادك. تيجي تسأل الناس منهكة في حياتها ليه؟ يقول يا اخي انا ضيعت عمري، لا عملت حاجة لعيالي ولا حطيت لهم حاجة في البنك ولا حاجة خالص، العيال كده على الهوى. هي على الهوى دي يخص. وانت عايز تشتغل رب لولادك؟ ده انت لست ربا لنفسك، فكيف تكون ربا لغيرك؟ الذي يربك ويرب اولادك هو رب العالمين. يقول لك انا كنت عايز اعمل لهم حاجه برضو يتكلوا عليها. يخص يتكلوا؟ طب ما يتكلوا على الله. فهمت ازاي؟ ما هو ده اللي تعب الناس، يقوم يسيب اولاده مساكين هنا ويروح هو في الغربه علشان يشتغل لهم حصاله ويشتغل لهم بنك، وينسى بقى واجبات الأبوة والرعاية. يفضل يبعت لهم في الشيكات كل شهر، على ما يرجع يلاقي ده بقى مدمن، والواد ده بقى فاشل، وده تارك الصلاة، وده بقى عاق، ومراته اتجوزت غيره عشان كان عامل لها توكيل، فراحت مطلقة نفسها بالتوكيل، وبعد ما طلقت نفسها بالتوكيل اتجوزت غيره، ويجي يخبط على شقته ويفتح له راجل تاني، يقول له انت مين؟ يقول له انا بيتي هنا. بيت مين؟ دي مراتي. الله، دي مراتي انا. يا سيدي مراتك ايه؟ دي متطلقه بقالها 5 سنين وانا جوزها بقالي 4 سنين. كل ده علشان ايه؟ علشان كان عايز يشتغل رب لنفسي ولاولادي. شفت المشكله بقى اللي بتحصل؟ طيب بتقرا انت حاجات زي دي في صفحه الحوادث؟ ترك تدبيرك النفس والانخلاع من الحول والقوه. مش الرسول بيقول تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، يعني بقى عبد للحكاية دي خلاص. والانخلاع من الحول والقوة
وإنما يقوى العبد على التوكل إذا علم أن الله سبحانه يعلم ويرى ما هو فيه. إذا عرف أن العبد أن ربنا مطلع عليه خلاص جوعك شوية ما يدورش، يعني إيه يعني جوعك شوية عشان يقويك يا أخي، وعشان تخس تقوم ركبك تخف ما مصلحة برضه، يمكن الجوع علاج ليك، وعشان يعلمك الصبر، وعلشان لما يديلك النعمة تحافظ عليها. فإذا جوعك فقد جاع نبيك وربط الحجر على بطنه ولم يشتكي ربه. انت جوعت ما ربطتش لسه الحجر على بطنك، يعني لسه ما وصلش لجوع النبي، فمنين بقى انت زعلان ومنين انت يعني حيران ليه؟ سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت أبا الفرج الورثاني يقول، سمعت أحمد بن محمد القرمسيني يقول، نسبة لمدينة قرمسين، القرمسين دي في جبال العراق كده، يقول سمعت الكتاني يقول، سمعت أبا جعفر بن أبي الفرج يقول، رأيت رجلا يعرف بجمل عائشة مع الشطار يضرب بالسياط، مع قطاع الطريق يعني، الشطار اللي هم قطاع الطريق اللي بيشتروا الطريق نصفين يعني. فقلت له، كانوا يسموه جمل عائشة علشان يعني كان صبور قوي، كان يتضرب ياخد العلقة من دول لما يقبض عليه السلطان ويرجع تاني يشتغل برضه قطع طريق ما بيشبعش. فقلت له، شوف بقى ده هيعلمه التوكل، اللي بيتضرب بالسياط ده بقى هيعلمه التوكل. شفت ازاي بقى؟ ما هو الحكمة ضلت المؤمن. فبيقول له، أي وقت يكون ألم الضرب عليكم أسهل؟ لما تتضربوا كده الضرب يبقى أسهل عليكم، إمتى تتحملوه يعني أسهل؟ فقال، إذا كان من ضربنا لأجله يرانا. ليه؟ لأن لو ضربنا لأجله ويرانا ممكن نصعب عليه يقوم يقول لنا كفاية كده. فهمت إزاي؟ لكن لو كان مش شايفنا ما هينفذوا الحكم للآخر، لكن لو كان شايفنا هنوصل مرحلة كده يقول لهم كفاية خلاص بقى، كفاية صعبوا عليا كفاية، يقوموا يعفوا عنهم، يبقى عنده أمل في إنه يعفو عنه. فهمت إزاي؟ أم التاني اتعلم التوكل من الحكاية دي، قال إذا كان ربنا بيراني في كل حال فإزاي أنا أتألم من وقع القضاء عليه، فإزاي أنا أتألم من وقع أصوات القضاء عليه، قضاء والقدر، والله يراني. إذا كان الجدع ده قاطع الطريق ده المجرم ده لا يتألم لما يكون من تألم من أجله يراه، فإزاي أنا أعرف أن ربنا يراني وأتألم؟ هيطلع هو أحسن مني؟ يعني توكله أحسن مني؟ طب ده متوكل على عبد، أنا أريد أن أتوكل على الرب. فهمت المعنى بقى؟ وسمعته يقول، سمعت عبد الله بن محمد يقول، قال الحسين بن منصور لإبراهيم الخواص، ماذا صنعت في هذه الأسفار وقطع هذه المفاوز؟ قال له، انت بقالك كتير بتسافر وعايش في البرية لوحدك وقاعد تعمل خلوات وعزلات وشغل، عملت ايه يعني؟ استفدت ايه؟ قال، بقيت في التوكل اصحح نفسي عليه. قال له، ما انا قاعد طول المدة دي كلها بصحح التوكل في نفسي. فقال الحسين ابن منصور، عايز بقى يرفع همته لحاجة اعلى، افنيت عمرك في عمران باطنك، فأين الفناء في التوحيد؟ امتى بقى تفنى في ربك؟ لما انت افنيت عمرك في الوصول الى المقامات، فمتى تفني عمرك في الوصول الى ربك؟ فهو عايز بقى يخرجه من نفسه بقى اللي قاعد يوظف فيها ومنهمك فيها بقى له سنين. قال له، لا، روح لربك بقى. سمعت ابا حاتم السجستاني يقول، سمعت ابا نصر السراج يقول، التوكل ما قاله ابو بكر الدقاق، وهو رد العيش إلى يوم واحد وإسقاط هم غد. رد العيش، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ من بات معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فقد حزت له الدنيا. مش كده؟ كلنا حافظين الحديث ده، كلنا نعمل كده، لكن خش في القلوب بقى، كلنا عايزين وعايزين 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 ومش راضيين. طب وامتى بقى نقول كده بقلبنا زي ما بنقول كده برقبتنا؟ ما انا عايزين بقى نقول كده بقلبنا. فهمت ازاي؟ علشان كده بيقول لك هنا التوكل ان تقول بقلبك كده بقى.
ردوا العيش هم العيش الى يوم واحد، يوم واحد بس. يعني طالما عندك قوتك النهارده خلاص ما فيش هموم بقى، ما تفكرش ببكره لقصر الامل. ما عندوش طول امل، لان في حاجه اسمها عباده الوقت. عباده الوقت تنشغل فيما ضمنه، لا تنشغل فيما ضمن لك، ولكن انشغل فيما طلب منك. فهمت ازاي؟ ضمن لك الرزق وطلب منك العباده، فانشغل فيما طلب. قال: وهو كما قال سهل بن عبد الله التوكل الاسترسال مع الله تعالى على ما يريد. تبقى مش مزرجن، كل ما ربنا يوقع قدر معين عليك تترمي في الارض ويفوقك بميه. الله، تبقى مزرجن، تبقى انت كده ماشي مزرجن زي العربيه اللي بطاريتها بايظه، كل ما بتاع عايز 10 يزقها له، يا دوب تمشي خطوتين عايز 10 ثانيين يزقها له. الله، كل ما حد يقول لك حاجه توصل ايه؟ هاتوا لي الدواء الحقوني يغموا عليك ويفوقوك ببصله. الله، هتمشي بقى بطن بصل معاك؟ ايه الحكايه؟ لكن الثاني مسترسل مع الله على ما يريد، مش قلقان من حاجه. فهمت ازاي؟ مش قلقان من حاجه خالص. ماشي، ربنا سبحانه وتعالى قدر له نقص خير وبركه، يرى العطاء في عين المنع. يرى العطاء في عين المنع. يقول الحمد لله، ده كده حتى حسابنا يبقى يسير. يا سلام، الحمد لله على نعمة الفقر، ايه الجمال ده؟ فاكر انت سيدنا سفيان الثوري بيقول ان اغلى الناس خمس انواع، منهم الفقير الشاكر والغني المتواضع، منهم الفقير الشاكر والغني المتواضع. قال الاول العالم الزاهد، وقال الفقيه الصوفي، وقال الفقير الشاكر والغني المتواضع والشريف السني. مش كده برضو؟ قال الخمس انواع دول. يبقى الفقير الشاكر ده اللي هو يرى المنع في عين العطاء، دي مقام ولاية عالي. يعني حتى لو ربنا كتب عليه منع منه الصحة بالمرض، يرى ان ده عين العافية، يقول الحمد لله ان ربنا كتفني في المرض ده، يمكن كنت حأذي الناس لو كنت في عافيتي، الحمد لله على نعمة المرض، يوم يبقى مبسوط. لانه يرى العطاء في عين المنع. واذا اعطي شكر، يعني ما يتمناش حاجه هو مش فيها، لا يتمنى شيء هو مش فيه، هو راضي بما اقام الله فيه على كل حال، من قله او كثره، من عافيه او مرض، من وحده او من انس بالناس، في كل حال هو راضي. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت محمد بن جعفر بن محمد يقول: سمعت أبا بكر البرزعي يقول: سمعت أبا يعقوب النهرجوري يقول: التوكل على الله تعالى بكمال الحقيقة، يعني كمال التوكل، يعني بكمال الحقيقة، أي التوكل بكماله، أو حقيقة التوكل بكمالها. يعني ما وقع لإبراهيم عليه السلام في الوقت الذي قال لجبريل عليه السلام: أما إليك فلا، لأنه غابت نفسه بالله تعالى فلم ير مع الله غير الله عز وجل، لما رموه بالمنجنيق. وسمعته يقول، شوف أنت لما كان متوكل ورموه بالمنجنيق النار بقت إيه؟ بردا وسلام. يسأله سيدنا إبراهيم: إيه أحلى أيام شفتها في عمرك كله؟ يقول: أحلى أيام الفترة اللي قعدتها في النار، أحلى أيام شفتها. ايه الحلاوه؟ ليه؟ لكمال توكلي. وبرده في سيدنا ابو مسلم الخولاني من صحابه النبي، برده رمى ابو مسيلمه الكذاب، رماه في النار فصارت بردا وسلاما عليه، زي كان على قلب سيدنا ابراهيم. وسمعته يقول: سمعت سعيد بن احمد بن محمد يقول: سمعت محمد بن احمد بن سهل يقول: سمعت سعيد بن عثمان الخياط يقول: سمعت ذنون المصري وسأل رجل فقال: ما التوكل؟ فقال، سأله رجل ولا سأل رجل؟ سأله. ايوه كده، انا ما عنديش، هي تمشي سأله احلى. وسأله رجل فقال: ما التوكل؟ فقال: خلع الارباب وقطع الاسباب. يا سلام، مش قطع الاسباب عملا بها أخذا بها، لا، قطع الأسباب من القلب،
من تعلق القلب بها لا من الأخذ بها. خذ بها لكن ما تتعلقش بها. وخلع الأرباب يعني ما تظنش أن هناك من يدبر أمرك سوى الله، أنت لا تدبر أمر نفسك فضلا عن أن غيرك يدبر أمرك. فإذا كانت المسألة كده يبقى ربك هو اللي بيدبر أمرك. فقال السائل زدني، فقال إلقاء النفس في العبودية وإخراجها من الربوبية، يعني ما تخليش نفسك رب عليك. أفرأيت من اتخذ إله هواه، بقت نفسه هي إلهه، هي اللي بتدبر له أمره وتستف له معيشته وبتحدد له إيه هو اللي عايزه وإيه اللي مش عايزه، فأصبحت نفسه هي اللي بتدبر الأمور. لا، فقال إلقاء النفس في العبودية يعني في الأخذ بالأسباب مع الرضا بقضاء الله، وإخراجها من الربوبية من حيث أنها تختار مع الله، فلا تختار إلا ما اختاره الله. وسمعته يقول، سمعت عبد الله بن محمد المعلم يقول، سمعت عبد الله بن المبارك يقول، سمعت حمدون القصار وسئل عن التوكل فقال إن كان لك 10,000 درهم وعليك دانق، الدانق ده 6 درهم، إن كان لك 10,000 درهم وعليك دانق دين لم تأمن أن تموت ويبقى ذلك في عنقك لعدم اعتمادك على مالك وغناك في قضاء دينك ولقصر أملك في دنياك، طالما معاك سدد دينك في الحياة، إنما لما تبقى أنا معايا وأسدد بعدين يبقى أنت عندك طول أمل ومعتمد على غناك، يبقى أنت كده ممكن تموت مديون برضه. شفت قد إيه؟ يبقى بيقول لك ما تعتمدش على ثروتك، ممكن يبقى عندك ثروة وتموت مديون. فهمت إزاي؟ سدد دينك أول بأول واعتمد على ربك لا على ثروتك، ولو استغرقت ديونك كل ما عندك اخلص منها على طول لقصر الأمل حتى لا تموت مديون. ولو كان عليك بقى 10,000 درهم دين بالعكس بقى من غير أن تترك لها وفاء، لا تيأس من الله تعالى أن يقضيه عنك اعتمادا على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. يعني التاني عليه 10,000 درهم دين وما حلتوش ولا حاجة، مش اعتماده على رصيده في البنك اللي وزيره، ده اعتماده على ربه، يبقى عنده امل ان ربنا هيقضي عنه. يبقى التاني عنده رصيد في البنك وعنده دين بسيط، يبقى لا يعتمد على غناه بل يعتمد على الله فيسارع في سداد دينه. والتاني عنده دين كبير وما حلتوش ولا حاجه، رصيده صفر، لا يقل رجاؤه في الله ان ربنا سبحانه وتعالى يقضي عنه دينه. وسئل أبو عبد الله القرشي عن التوكل فقال التعلق بالله تعالى في كل حال، في كل حال تبقى متعلق بالله. إن كنت في حال النعمة فتعلقك بالشكر، وإن كنت في حال البلاء فتعلقك بالصبر، مش كده برضو؟ وإن كنت في حال العبادة فتعلقك بإحسانها، تعلقك بإحسانها، وإن كنت في حال المعصية فتعلقك بالتوبة، مش كده برضو؟ فكل حال له تعلقه. فقال السائل زدني، فقال ترك كل سبب يوصل إلى سبب حتى يكون الحق هو المتولي لذلك. يعني ترك الأسباب التي تؤدي إلى التعلق بالأسباب حتى يكون الحق هو الذي يدبر الأمر. كل ده في قلبك، حتى انك تترك التوكل نفسه ده مقام عالي اعلى من التوكل، لان في متوكل راضي وبس قاعد مستني الفرج، يقول يا سلام اصل الفرج قريب وربنا مش معقول هيسيبني كده، قاعد كده حاطط ايده على قده مستني الفرج، يبقى ده معتمد على توكله مش على المتوكل عليه، ده مصيبة ده بس من حيث لا يدري. زي عارف ستنا رابعة لما قالت له انكم عبدتم العبادة، او ده توكل على التوكل. فهمت ازاي بقى؟ لا، انت خلي توكلك على الله مش على توكلك. فهمت؟
توكلك مش على توكلك، توكلك على الله. فهمت المسألة بقى؟ طيب ادي معنى ترك كل سبب يوصل الى سبب. مش التوكل يوصل الى السكون، فيأخذ بالتوسل التوكل للوصول الى السكون. طب واين الوصول الى الله؟ اين الوصول الى الله؟ هو انت عايز توصل للتوكل ولا توصل للسكون ولا توصل للطمأنينة ولا توصل للسعادة ولا توصل للجنة ولا عايز توصل لله؟ اذا كنت عايز توصل لله يبقى اترك كل سبب يوصل الى سبب. فهمت معنى كلامه؟ ما يحسش بالكلام ده على فكرة اللي عاش الحاجات دي، فده دليل ان دول اولياء كبار عاشوا المسائل دي لانها حاجات دقيقة، دول اولياء كبار جربوا المسائل دي. وقال سهل بن عبد الله: التوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم والكسب سنته. يعني التوكل كان قلب النبي، والكسب يعني الاخذ بالاسباب طريقته في المعايش في الدنيا في التعامل مع الاسباب. فمن بقي على حاله فلا يتركن سنته. فان كان قلبه على قلب النبي فما يتركش بقى سنته بالاخذ بالاسباب. فالنبي كان ياخذ بالاسباب وغير متعلق بها، تعلقه بالله مش كده برضه. وقال ابو سعيد الخراز: التوكل اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. فوزير لي اضطراب بلا سكون، اي اضطراب بالاخذ في الاسباب بالجوارح بلا سكون اليها ولا ركون عليها ولا توكل عليه. وسكون بلا اضطراب، اي سكون القلب اطمئنانا لوعد الله بلا قلق ولا يأس. فهمت ازاي؟ ادي المسألة. رضا بقضاء الله، اعتمادا على وعد الله، وهكذا. وقيل التوكل ان يستوي عندك الاكثار والتقلل. التوكل عندك ان يبقى يستوي عندك الاكثار والتقلل، لانه كله من الله. قل كل من عند الله. فاذا كان من عند الله هتختار مع الله. وقال ابن مسروق: التوكل الاستسلام لجريان القضاء والاحكام. شفت الريشه كده؟ الريشه بتختار هتقع فين؟ تبقى طايره في الهواء كده بتختار. كل ما تيجي تقع تقول لربها: لا لا لا، انا عايز اقعد في الخضره اللي هناك دي، ما توقعنيش هنا في الميه. طب خليني هنا في الحته دي احلى ظل، ولا هي زي ما ربك يحطها؟ كن في الاقدار كالريشه. جرب الحكايه دي كده هتلاقي نفسك مستريح، تلاقي نفسك في جنه. لكن انت الوقت اللي تعبك نار الاختيار، نار الاختيار ونار التعلق بسوى الله. فان تركت نفسك من هذا وجدت نفسك بقيت في جنه، خلاص بقى حيثما حللت انت في جنه. وقيل التوكل ان يستوي عندك الاكثار والتقلل. وقال ابن مسروق: التوكل الاستسلام لجريان القضاء والاحكام. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت عبد الله الرازي يقول، سمعت ابا عثمان الحيري يقول: التوكل الاكتفاء بالله تعالى مع الاعتماد عليه. الاكتفاء بالله تعالى تسليما لعلمه مع الاعتماد عليه تدبيرا وتقديرا، مش كده برضه؟ سمعته يقول، سمعت محمد بن غالب يحكي عن الحسين بن منصور قال: المتوكل المحق لا يأكل شيئا وفي البلد من هو أحق به منه. يا سلام. يعني المتوكل بحق يؤثر غيره، يؤثر غيره على حاجته. وسمعته يقول، سمعت عبد الله بن علي يقول، سمعت منصور بن أحمد الحربي يقول، حكى لنا ابن أبي شيخ قال، سمعت عمر بن سنان يقول: اجتاز بنا إبراهيم الخواص، يعني عد علينا كده إبراهيم الخواص، فقلنا له: حدثنا بأعجب ما رأيته في أسفارك. فقال: لقياني الخضر عليه السلام فسألني الصحبة، فخشيت أن يفسد علي توكلي بسكوني إليه ففارقته. كل واحد فينا يتمنى يقابل سيدنا الخضر، ده نبي على أرجح الأقوال، أو ولي على القول المرجوح، يعني يا ولي يا نبي. تصور بقى أنت هتصاحب ولي أو نبي، يا ده لقطة. لكن لو صاحبته سيدنا إبراهيم الخواص خاف لحسن يركن إليه مش لربه، ما يسلم نفسه بقى مع نبي بقى، خلاص بقى حيثما حل معاه
وحيثما قضى الأمر يبقى معاه، يبقى قلبه حيركن لغير الله ولو نبي. شوف المعنى. فخشيت أن يفسد علي توكل ففارقته. وسئل سهل بن عبد الله عن التوكل فقال هو قلب عاش مع الله تعالى بلا علاقة، يعني بلا علة. أو بلا تعلق بغيره، أو بلا علة، يعني مش علشان ياخد حاجة، يعني مش بيعيش مع ربنا علشان عينه على فضل الله أو عينه على ستر الله أو عينه على رحمة الله، أو يبقى في علة هنا. لا، الأولياء عايزين يوصلوا لمرحلة إن يبقى كل تعلقهم بالله ذاتا، بالله ذاتا، يعني ولو لم يكن هناك جنة ولا نار. شفت قد إيه إلى هذه المرحلة. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول للمتوكل 3 درجات: التوكل ثم التسليم ثم التفويض. فالمتوكل يسكن إلى وعده، وصاحب التسليم يكتفي بعلمه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وصاحب التفويض يرضى بحكمه. وسمعته يقول التوكل بداية والتسليم واسطة والتفويض نهاية. وسئل الدقاق عن التوكل فقال الأكل بلا طمع. الأكل بلا طمع يعني الأخذ بالأسباب بلا طمع. وقال يحيى بن معاذ ليس لبس الصوف حانوت، والكلام في الزهد حرفة، وصحبة القوافل تعرض، وهذه كلها علاقات، يعني ركون الأسباب. لبس الصوف اللي هو لبس أهل الصلاح يعني والزهد، حانوت كأنك أنت فاتح دكانة، بقى فاتح دكانة، فظاهرك بيدعو الناس ان هم يساعدوك، بقت دعاية بقى. ما عشان كده لما دخل واحد على سيدنا ابو الحسن الشاذلي وكان حسن الثياب، والتاني كان لابس ثوب مرقع من الاولياء برضو، فبيقول لسيدنا ابو الحسن هذا لبس اولياء، يقولوا عليك والي، ده لبس اولياء اللي انت لابسه للشياكة دي كلها. كان يركب الفرس وكان شغلانة كبير سيدنا ابو الحسن. فقال هيئتي تقول سلوني، يعني تقول للناس سلوني اساعدكم، وهيئتك تقول اعطوني، واليد العليا خير من اليد السفلى. فكبسوا. ادي معنى لبس الصوف حانوت. حانوت يعني كانك فاتح دكانه بقى انت، وبعدين مش كده، وتلبس الصوف اللي هو لبس الناس الفقراء المتجردين، وبعدين تقعد كمان تكلم الناس على الزهد، يقوم الناس يا سلام يفتكروك انك انت من الزهاد، يقوم كل واحد في اخر الجلسة يحط ايده في جيبه ويديلك. يبقى انت كده بقى يعني بتعتمد على الاسباب بالاقوال، ولبس الصوف تعتمد على الاسباب بمظهرك دون ان تتكلم، وصحبة القوافل تعرض، اعتماد على الاسباب بالعمل والحركة، فلا بالظاهر ولا بالقول ولا بالحركة تعتمد على الاسباب ابدا، سيبها لله. قل أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وجاء رجل إلى الشبلي يشكو إليه كثرة العيال. سيدنا الشبلي كان عنده ظرف كده، يعني يبدو أن فيه كان جين مصري، بس المصريين دول عندهم ظرف، كان عنده ظرف فعلا يعني ظريف كده، يعني لطيف، يعني يقولوا عليه ابن نكتة المصريين، كان هو كده. ما تيجي تقرأ عنه كتير تلاقي كده كان يعني ليه أفشات جميلة لكن في علوم الحقائق. وجاء رجل إلى الشبلي يشكو إليه كثرة العيال، بيقول له أنا عيالي كتير، والظاهر هو كان راجل عابد يعني، بس مهموم بهم عياله بقى. بيقول له أنا عندي عيال كتير والدنيا غلا وديك شايف، ويمكن يغلوا البنزين، يبقى مش عارف بتاع، وقطع الغيار والجات وبتاع والدنيا وأمريكا والإنترنت والعيال عايزة محمول والمدارس والامتحانات وعايزة أجوز البنات، شغلانة موال كبير مش عارف يخلص. فقال سيدنا الشبلي بقى حط ايده في جيبه اداله حاجه، قال له ارجع الى بيتك، فمن ليس رزقه على الله تعالى فاطرده عنك. روح البيت دور كده في عيالك، اللي رزقه مش على الله اطرد. فهيروح هيطرد مين؟ شفت بقى اللطف بتاعه الجميل؟ يعني رده الى التوكل، رده الى التوكل بس بلطف جميل. احلى ما كان يحط ايده في جيبه ويديله سره فلوس.
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت عبد الله بن عبد الله ابن علي يقول سمعت أحمد بن عطاء يقول قرأت على محمد بن الحسين قال سهل بن عبد الله من طعن في الحركة فقد طعن في السنة. يعني من طعن في الحركة اللي هي الأخذ بالأسباب يعني التكسب يعني فقد طعن في السنة لأن النبي كان يأخذ بالأسباب، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان لأن النبي كان إمام المتوكلين اللي هو الرضا بقضاء الله. وسمعته يقول سمعت أحمد بن علي بن جعفر يقول سمعت جعفرا الخلدي يقول قال إبراهيم الخواص كنت في طريق مكة فرأيت شخصا وحشيا، يعني شكله كده مش زي الناس العاديين، شكله كده غريب، فقلت جني أم إنسي؟ فقال جني. فقلت إلى أين؟ فقال إلى مكة. ما قالش ياما ما يخافوش دول الأولياء، ما تخافش لو أنت هتجري، لكن الأولياء ما يخافوش إلا من الله. قال له جني، قال له الله من رايح فين؟ ما قالوش يا خبر أبيض يا نهار اسود الحاجات دي، لا ما يقولش كده، في فرق. فده الحوارات دي تدلك على ايه هي مقاماتهم، ان هم قد ايه كانوا مطمئنين، ما كانش يدخلهم الرعب. ما اصل الحكايه كده مش حوار عادي، ده حوار مش عادي. جرب نفسك كده ماشي انت في طريق ضلمه صحراء ولقيت واحد كده سالته انت جني ولا لا، ولا كان جني، طب هتجري انت؟ فعلشان تعرف بس هم مقاماتهم ايه يعني، عشان تعرف مش تيجي في الاخر تقول لهم رجال ونحن رجال، لا هم رجال ونحن عيال تمشي. طيب. فقال جني. فقلت إلى أين؟ فقال إلى مكة. فقلت بلا زاد ومعكش أي حاجة كده ولا شيء الحاجة؟ فقال فينا أيضا من يسافر على التوكل، يعني فينا من الجن المؤمن برضو بيسافر كده بلا زاد متوكل على الله، يعني بالأخذ بالأسباب، يعني من أهل التجريد، يعني في من الجن أهل تجريد برضو زي ما في أهل تجريد في الدنيا. فقلت إيش التوكل؟ قال له يعني إيش التوكل؟ فقال الأخذ من الله تعالى مباشرة بلا سبب، ده التوكل، ده من أهل التجريد بقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وسمعته يقول سمعت أبا العباس البغدادي يقول سمعت الفرغاني يقول كان إبراهيم الخواص مجردا في التوكل، يعني من أهل التجريد، لأن في أهل أسباب وأهل تجريد، ما احنا عارفين كده من الحكم العطائية مش كده برضو، مع عدم الركون للأسباب برضو لأهل الأسباب يدقق فيه. سيدنا إبراهيم الخواص كان مجردا في التوكل يدقق فيه، وكان لا يفارقه إبرة وخيوط وركوة، كان باستمرار في سفرياته معاه ركوة، يعني حاجة كده زي كوز ولا أروانة صغيرة، وإبرة وخيط ومقراد يعني مقص. فقيل له يا أبا إسحاق لما تحمل هذا وأنت تمتنع من كل شيء، ده أنت ما بتشيلش أكل معاك، شايل دول ليه؟ فقال مثل هذا لا ينقض التوكل، لأن لله سبحانه علينا فرائض، والفقير لا يكون عليه إلا ثوب واحد، فربما يتخرق ثوبه، فإن لم يكن معه إبرة وخيوط تبدو عورته فتفسد عليه صلاته، وإذا لم يكن معه ركوة تفسد عليه طهارته، لأن ممكن في الصحراء يلاقي مية في بير وما يلاقيش معاه حاجة يجيب المية فما يعرفش يتطهر. فإذا رأيت الفقير بلا ركوة ولا إبرة ولا خيوط فاتهمه في صلاته، يبقى عبادته هتفسد. وسمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول التوكل صفة المؤمنين اللي هم خواص المؤمنين يعني، والتسليم صفة الأولياء اللي هي فيها الاكتفاء بعلم الله بلا اختيار، والتفويض صفة الموحدين اللي هم العارفين، فالتوكل صفة العوام، العوام الخواص يعني بالنسبة يعني، والتسليم صفة الخواص، والتفويض صفة خواص الخواص. وسمعته يقول التوكل صفة الأنبياء، والتسليم صفة إبراهيم عليه السلام، والتفويض صفة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سمعت محمد بن الحسين يقول، اصل خد بالك ان التوكل لما يقول لك في الاخر في الاول صفه المؤمنين وبعد شويه صفه الانبياء، لان التوكل درجات كبيره، اعلى درجه في صفه الانبياء، لكن بعد كده في درجات كتيره يقف عليها المؤمنين، فهمت ازاي؟
سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت أبا العباس البغدادي يقول سمعت محمد بن عبد الله الفرغاني يقول سمعت أبا جعفر الحداد يقول مكثت بضع 10 سنة أعتقد التوكل وأنا أعمل في السوق. يعني عاقد على التوكل على عدم الأخذ بالأسباب وأنا بعمل في السوق قدام الناس كده بشتغل وآخذ كل يوم أجرتي ولا أنتفع منها بشربة ماء ولا بدخلة حمام، ولكن كنت أجيء بأجرتي إلى الفقراء في الشنزية وأكون مستمرا على حالي. اسم السوق بتاعهم زي ما تقول المسكي، العتبة، شانزليزيه، أي حاجة اسم السوق بتاعهم كان اسمه كده. ممكن تشتغل طول اليوم وأخد أجرتي وتصدق بيها على الفقراء في السوق وما انتفعش بيها حتى بشربة ماء، فقدام الناس متسبب وفي الحقيقة متجرد مع الله. وسمعته يقول سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن شاذان يقول سمعت الخواص يقول سمعت الحسين أخا سنان يقول حججت 14 حجة حافيا على التوكل. يعني كان يمشي حاف. دي حال أهل التجريد، ما تعملش كده لرجلك تتقطع. حججت 14 حجة حافيا على التوكل، فكان يدخل في رجلي شوكة فأذكر أني قد اعتقدت على نفسي التوكل، يعني عزمت، فأحكها في الأرض وأمشي. تعملش كده، دي أهل تجريد. إنما أنت رجلك بعد كده يضرب فيها غرغرينة تيجي أقطعها لك تبقى شغلان، فعش البس شبش، طب جزمة حتى ولو من عند بيت ما يجراش حاجة. وسمعته يقول سمعت محمد بن عبد الله الواعظ يقول سمعت خيرا النساج يقول سمعت أبا حمزة يقول إني لأستحي من الله تعالى أن أدخل البادية وأنا شبعان وقد اعتقدت التوكل لئلا يكون سعي على الشبع زادا أتزود به. يعني ما يحبش يدخل على الصحاري منفردا كده في العزلة ويكون هو شبعان، عشان ما يقولش ما أنا رايح شبعان بقى على مجوح حليني بقى نبقى نلاقي، لا ده هو يبتديها كمان جعان. دي برضو حال أهل التجريد مش حال أهل الأسباب. أنت لو امتنعت عن الأكل 5 أيام وجعت تبقى أنت من أهل الأسباب، ما دي علامتها. تمتنع عن الأكل والشرب 5 أيام لقيت نفسك خلاص ضعفت وهتموت وهينقلوك المستشفى، اعرف أنك من أهل الأسباب. كل يوم 2 أو 3 وخلاص بقى يبقى أنت من أهل الأسباب. خد بالأسباب ولا تتعلق بها لكن ما تمتنعش عنها. فهمت إزاي؟ لكن في أهل تجريد يمتنع تماما لأنه صار روحاني رباني. في أنواع كده من الناس ربنا يجعل، بس هم وصلوا للمقام ده تدريجيا. أنت عايز توصله بسرعة كده في لحظة ما ينفعش، ده هم ربوا نفسهم سنوات طويلة لحد ما وصلوا للمقام ده مع الذكر والعبادة والانقطاع وعدم الأخذ من الأسباب إلا الضروري. الأول ياخد الحاجي وبعدين ياخد الضروري بالتدريج كده لحد ما ابتدى يوصل للمقام ده. فانت ما توصلش مره واحده كده تعيي نفسك حبه حبه. على اي حال حب الناس دي ويشبع ما يهمكش، والمراه مع من احب، بس ايه ما تركنش لشبعك ولا تركن لمالك، افطم قلبك بس من الاسباب اللي انت عايش فيه. وسئل حمدون عن التوكل فقال تلك درجة لم أبلغها بعد. ده من باب بقى يعني هضم الحق. وكيف يتكلم في التوكل من لم يصح له حال الإيمان أصل؟ يعني ده إيه، يا إما بيهضم حقي يا إما مش عايز يقول حاجة يفتكروا الناس إن هو أعلى منها، إن هو في مقام أعلى من حاله الحقيقي. وقيل المتوكل كالطفل لا يعرف شيئا يأوي إليه إلا ثدي أمه، كذلك المتوكل لا يهتدي إلا إلى ربه تعالى. وعن بعضهم قال كنت في البادية فتقدمت القافلة فأقدم في أول القافلة. كان زمان في البوادي كده والسفر يسافروا في قوافل كبيرة علشان في قطاع طرق وعلشان برضو يساعدوا بعض في السفريات الطويلة، يقعدوا بالشهر مسافرين فكانوا يمشي مع القوافل. فبيقول لك تقدمت القافلة فرأيت قدامي واحدا، شاف خيال واحد قدامه بعيد، فتسارعت حتى أدركته فإذا هي امرأة بيدها عكاز تمشي على التؤدة، فظننت أنها أعيت يعني تعبت، فأدخلت يدي في جيبي فأخرجت 20 درهما فقلت خذيها وامكثي حتى تلحقك القافلة فتكسري بها،
ثم يتيني الليلة حتى أصلح أمرك، وتعالي لي برضو كده أغسل لك هدومك، أوضب لك حاجتك، أعمل لك، أساعدك. أه؟ فتكثري بها أو تكتري، تنفع الاثنين، عن تكثري ما يجراش. فتكتري يعني تشتري أو تأجر، أو فتكثري بها يعني إيه، تأنس بمن معها من الناس. ثم إيتيني الليلة حتى أصلح أمرك. فقالت بيدها هكذا في الهواء، شارة في الهواء كده، عملت له كده، فإذا في كفها دنانير. فقالت أنت أخذت الدراهم من الجيب وأنا أخذت الدنانير من الغيب. يعني اتعلم من امرأة، وفضل الله يؤتي من يشاء. ما تفتكرش ان طريق الولاية ده كله رجالة، لا، في رجالة وفي ستات وفي صبيان وفي شبان صغيرين كمان. يعني ممكن تتعلم من حدث، وممكن تتعلم من امرأة، وممكن تتعلم من عبد، وتعلم الراجل او التوكل من ايه، من قاطع طريق بيتجلد، مش كده برضو؟ يعني الحكمة ضلت المؤمن. وراى ابو سليمان الداراني رجلا بمكة لا يتناول شيئا الا شرب من ماء زمزم. سيدنا ابو سليمان الداراني ده كان حكايته حكايه رخ. ده قاعد مجاور في مكه وشايف راجل كل يوم يجي يشرب من ماء زمزم. كان بير زمزم كل الناس تيجي تشرب، مش كانت كولمانز كده موجوده في كل حته، لا، كان كله يجي. فهو مراقبه الظاهر، كل يوم بيجي لحظه معينه يشرب شربه ماء زمزم ويمشي، ما يجيش تاني، كل يوم يجي هي واحده بس. فمضى عليه ايام، عده ايام، كل يوم يعمل الحكايه دي. فقال له سليمان يوما: أرأيت لو غارت زمزم إيش كنت تشرب؟ لو اختفت زمزم كنت هتشرب إيه؟ يبقى هو عايز يرفع همه لحسن يكون معتمد على زمزم، هو عايز يعتمد على رب زمزم. فقام وقبل رأسه وقال: جزاك الله خيرا حيث أرشدتني، فإني كنت أعبد زمزم منذ أيام. يعني متوكل عليها ومضى وما جاش تاني. يبقى هو يعني بيرفع همة السالك لما لقاه من أهل الهمم العالية. وقال إبراهيم الخواص: رأيت في طريق الشاب شابا حدثا حسن المراعاة، يعني حسن المراقبة. حدثا يعني لسه شاب كده، عنده 16 سنة 18 سنة، لسه في بدايته. إبراهيم الخواص كان شيخ كبير في 60 من عمره، كان راجل ولي كبير، وده شاب عنده 16 سنة ولا بتاع، لكن لقاه كده حسن السمت، حسن العبادة، حسن السلوك. فقال لي: هل لك في الصحبة؟ قال له: ممكن أصحبك، أمشي معك يعني في السفر؟ فقلت: إني أجوع. فقال: إن جعت جعت معك. فبقينا 4 أيام، ففتح علينا بشيء، فربنا رزقنا حاجة كده. فقلت: هلما؟ فقال: اعتقدت أني لا أخذ بواسطة، يعني عقدت العزم إن أنا ما أخدش بواسطة، والأكل ده جاء عن طريقك، أنا مش هاكله، أنا عايز حاجة من الله ليا مباشرة بلا واسطة، أنا عقدت العزم على كده. فقلت: يا غلام دققت. فقال: يا إبراهيم لا تتبهرج، يعني ما تقعدش بقى تشكر فيا وتمدحني وتوديني في ده، فإن الناقد بصير، ربنا أعلم بعيوبي، ما تفتكرنيش إن أنا يعني حاجة كبيرة ولا حاجة، مالك والتوكل؟ قال هو بقى بيقول لسيدنا إبراهيم: أنت مالك أنت ومال التوكل، وأنت شفت حاجة؟ ده بيقول كده لسيدنا إبراهيم، هو حدث. ثم قال: أقل التوكل أن ترد عليك موارد الفاقات، فلا تسمو نفسك إلا إلى من إليه الكفايات. يبقى اتعلم من حدث، والتاني اتعلم من امرأة، والتالت اتعلم من جني، والرابع اتعلم من مجرم. يبقى الحكاية تعرف ان كل الأكوان ما هي إلا أيادي توصل إلى الله، وانت مش واخد بالك، بس انت اللي مش عارف تقرأ، انت اللي مش عارف تقرا وتفهم الاشارات. وقيل: التوكل نفي الشكوك والتفويض الى ملك الملوك. وقيل: دخل جماعه على الجنيدي رحمه الله فقال: اين نطلب الرزق؟ فقال: ان علمتم في اي موضع هو فاطلبوه منه. قالوا: فنسال الله تعالى ذلك. فقال: ان علمتم انه ينساكم فذكروه. فقالوا: ندخل البيت فنتوكل. فقال: التجربه شك. قالوا: فما الحيلة؟ فقال: ترك الحيلة. بيعلمهم، بيعلمهم يا سيدي. وقال أبو سليمان الداراني لأحمد بن الحوارة: يا أحمد،
إن طرق الآخرة كثيرة وشيخك عارف بكثير منها، إلا هذا التوكل المبارك فإني ما شممت منه رائحة. يعني سليمان الدراني، أبو سليمان الدراني اللي هو بتاع التاني اللي بيقول له يا زمزم بتعبد زمزم، بيقول لتلميذه سيدنا أبو سليمان الدراني طرق الإيه؟ طرق الآخرة كثيرة وشيخك اللي هو على نفسه بقى عارف بكتير منها، إلا هذا التوكل المبارك، إلا مقام التوكل المبارك ده، فإني ما شممت منه رائحة. أمال إحنا نقول إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وقيل التوكل الثقة بما في يد الله تعالى واليأس عما في أيدي الناس. وقيل التوكل فراغ السر عن التفكر في التقاضي في طلب الرزق. التوكل فراغ السر، يعني السر اللي هو إيه؟ اللي هو حالك من جوه، اللي هو قلبك بعدما صفى من الأسباب، يسموه سر. فراغ السر عن التفكر في التقاضي في طلب الرزق، يعني حتى بقلبك ما تقولش يا رب امتى بقى تفتح علي، ما انا متوكل عليك وهو راضي بقالي 20 سنة. حتى بقلبك هتقاضي ربك؟ هتقول له انا بقالي 20 سنة ما عملتش حاجة وحشة، ليه انت بتعاملني كده؟ ليه؟ عيب. هتقاضيه يعني؟ يبقى انت كده بقالك 20 سنة متوكل، وبالمقاضاة دي رجعت تاني هتبتدي من اول وجديد. طب ليه عملت في نفسك كده؟ ليه عملت ده؟ انت كنت قربت تتخرج، هترجع حضانة تاني. شفت بقى المسألة، ان ممكن الانسان يبدأ من حيث ينتهي وينتهي من حيث يبدأ. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. وسئل الحارث المحاسبي رحمه الله عن المتوكل هل يلحقه طمع؟ فقال يلحقه من طريق الطباع خطرات ولا تضره شيئا. يعني في طريقك للتوكل ممكن يجي لك بعض الخطرات اللي تنغص عليك التوكل، بس الخطرات دي عن طريق الطبع ما تعيرهاش اهتمام وما تقلقش. ولا تضره شيئا ويقويه على إسقاط الطمع اليأس مما في أيدي الناس. ازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس وارضى بما قسمه الله لك تكون أغنى الناس، مش الحديث كده؟ وقيل جاع النور في البادية فهتف بي هاتف، أيما أحب إليك سبب أو كفاية؟ جاع النوري في البادية وهو في الصحراء لوحده، فجاله هاتف كده سمعه، أيما أحب إليك سبب، يعني نجيب لك أكل ولا نكفيك همك اللي انت فيه؟ فقال الكفاية ليس فوقها نهاية. أحسن، بنت لو جبت لي أكل الوقت حكله بعد ساعتين حجوع، لكن الكفاية أعلى. فقال الكفاية ليس فوقها نهاية، فبقي 17 يوما لم يأكل. دي كفاية الله بقى، حاجة تانية. وقال أبو علي الرذبري إذا قال الفقير بعد 5 أيام أنا جائع فالزموه السوق ومروه بالعمل والكسب، يبقى ده مش من أهل التجريد، ده من أهل الأسباب بس لا يركن للأسباب، يأخذ بيها لكن لا يركن إليه. وقيل نظر أبو تراب النخشبي إلى صوفي مد يده إلى قشر بالطيخ ليأكله بعد 3 أيام، فقال له لا يصلح لك التصوف، إلزم السوق، اجري روح، مش شغلتك دي. بعد 3 أيام هتدور في الزبالة؟ بعد 3 أيام تدور تأكل من الزبالة؟ تبقى أنت همتك مش عالية. طريق التصوف ده طريق الهمة العالية، اجري روح على السوق، يلا اشتغل، يلا روح. وقال أبو يعقوب الأقطع البصري جاءت مرة بالحرم 10 أيام فوجدت ضعفا، فحدثتني نفسي فخرجت إلى الوادي لعلي أجد شيئا يسكن ضعفي، فرأيت سلجمة مطروحة. سلجمة اللي هو إيه؟ اللي هو اللفت، يعني بلغة البشتو شلغم، شلغم، واخد بالك؟ يقولوا عليه شلغم كده، لفت يعني. فلما جاع وكان في مكة 10 أيام حس بضعف عن العبادة، فقال لا بقى لابد أكل أتقوى على العبادة حتى. فخرج لحد الوادي كده يدور على أي حاجة، لقى شوية لفت مرمي على الأرض كده، فأخذتها فوجدت في قلبي منها وحشة، لقى حمضانة حتى، لفتة وحمضة، وكأن قائلا يقول لي جعت 10 أيام وآخره
يكون حظك سلجمة متغيرة فرميت بها ودخلت المسجد فقعدت، فقعد في المسجد الحرام بقى وسلم أمره لله. فإذا أنا برجل أعجمي يعني غير عربي جلس بين يدي ووضع قمطرة يعني صندوق كده حلو جميل كده مليان أكل بقى، وقال هذه لك. فقلت كيف خصصتني بها دون عن الناس دي كلها، اشمعنى يعني؟ فقال اعلم أن كنا في البحر منذ 10 أيام وأشرفت السفينة على الغرق، فنذر كل واحد منا إن خلصنا الله تعالى أن يتصدق بشيء، ونذرت أنا إن خلصني الله تعالى أن أتصدق بهذه على أول من يقع بصري عليه من المجاورين، وأنت أول من لقيته. فقلت افتحها، ففتحها فإذا فيها كعك سميد مصري ولوز مكشور وسكر كعاب، يعني كعك بقى معمول من أفخر أنواع الدقيق وفيها لوز مقشر وسكر يعني سكر نبات. فقبضت قبضة من دي ومن دي ومن دي، قد أطمى من هنا وأطمى من هنا وأطمى من هنا، بعد اللفتة الحمضة ربنا بعت له حاجة بقى معمولة أحلى حاجة. وقلت له وقلت رد الباقي إلى صبيانك، هو هدية مني لكم وقد قبلتها، يعني أنا وفيت بنذرة خلاص أنا قبلتها صارت ملكي، خدت منها حاجتي خد بقى الباقي ده لأولادك هدية مني عشان يطيب خاطره أنه قبل نذره. ثم قلت في نفسي رزقك يسير إليك من 10 أيام وأنت تطلبه من الوادي، اتقي الله. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت أبا بكر الرازي يقول كنت عند ممشاد الدينوري فجرى حديث الدين، فقال كان علي دين فاشتغل قلبي فرأيت في النوم كأن قائلا يقول كان بعضهم يستدين من أجل قضاء حوائج الناس اعتمادا على الله، الرسول كان يعمل كده أحيانا صلى الله عليه وسلم، فكان بعضهم بيمشي على نهج النبي، يجي له واحد محتاج حاجة ومعوش يوم يستدين ويسدد حاجة الراجل ده وبعدين هو يبقى يسدد الدين بعدين. فالراجل ده سيدنا ممشاد الدينوري بيقول كان علي دين فاشتغل قلبي فرأيت في النوم كأن قائلا يقول يا بخيل أخذت علينا هذا المقدار، خذ عليك أخذت علينا هذا المقدار، عليك الأخذ وعلينا العطاء. فما حسبت بعد ذلك بقالا ولا قصابا ولا غيرهم، يعني بقى يجي له السائل ويقول له روح للجزار اشتري على حساب، يجي له واحد تاني عايز مش عايز يقول له روح للبقال اشتري على حساب، وربنا بقى يسدد عنه من بعد ايه، طالما هو بيستدين من اجل طاعة الله من اجل الاخرة، غير اللي بيستدين من اجل الدنيا بيستدين علشان يغير العربية بتاعته. طب انت عندك العربية حلوة ليه بقى تغيرها بتبقى مديون؟ طب العربية الوحشة دي وانت مش مديون احسن من عربية حلوة وانت مديون، يغير الشقة بتاعته بشقة تانية ويبقى مديون، الشقة دي ما هي اوضتين، لا عايز يقعد في شقة 4 أوض ويبقى مديون، طب ما يبني اوضتين وانت مش مديون احسن من 4 أوض وانت مديون، يبقى هنا ده دين وحش، انما التاني دين لله للاخرة، في فرق بين ده وده. وعشان كده النبي كان يستعيذ بالله من الدين اللي هو من اجل امور الدنيا، فهمت ازاي؟ انما لو كان من اجل امور الاخره ربنا يقضيه عنك. ويحكى عن بنان الحمال قال كنت في طريق مكه حرسها الله اجيء من مصر ومعي زاد، فجاءتني امراه وقالت لي يا بنان انت حمال تحمل على ظهرك الزاد وتتوهم انه لا يرزقك، بقى انت بقى يا بنان وقاعد شايل الزاد على ظهرك والناس بيقولوا عليك التوالي كبير وراجل بيوصلنا كلامك وتتوهم انه لا يرزقك. قال فرميت بزادي ثم اتى علي 3 لم اكل فوجدت خلخالا في الطريق، فقلت في نفسي احمله حتى يجيء صاحبه يديني الحلاوه بتاعته وما اجيب حاجه كلها، فربما يعطيني شيئا فارده عليه. فاذا انا بتلك المراه، نفس المراه دي ظهرت له تاني اللي قالت له خليته رمى زاده، فقالت لي انت تاجر تقول حتى يجيء صاحبه فاخذ منه شيئا، ثم رمت اليه شيئا من الدراهم وقال انفقها، فاكتفيت بها الى قريب من مكه. يبقى ربنا كان بيبعت له ست تعلمه. ويحكى عن بنان انه احتاج الى جاريه تخدمه لما كبر بقى ضعيف،
وكان محتاج تبقى خادمة عنده مقيمة معاه ملك يمين يعني عشان توضيه تسنده تحميه تغير له هدومه. كبر بقى، بقى مش قادر يعني يقضي أموره المعتادة. فانبسط إلى إخوانه، قال للإخوانه يعني الحكاية دي، قال لهم يعني اللي نفسه فيه، فجمعوا له ثمنه وقالوا هو ذا يجيء النفر فتشتري ما يوافقك. هيجوا الناس الوقت اللي معاهم الرقيق والإماء، كان عندهم أسواق يشتروا منها زي ما هو، وهنشتري لك واحدة. فلما ورد النفر اجتمع رأيهم على واحدة، اختاروا واحدة من الايه من الرقيق وقالوا إنها تصلح له. فقالوا لصاحبها بكم هذه؟ فقال إنها ليست للبيع، فألحوا عليه. فقال إنها لبنان الحمال، أهدتها إليه امرأة من سمرقند. يبقى شوف ربنا بيقضي حاجتهم من قبل ما يرفعوا حواجبهم، مش كده؟ بيقولك يقضي حاجته من قبل ما يرفع حاجبه. طيب، فحملت إلى بنان وذكرت له القصة. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت محمد بن الحسين المخزومي يقول حدثنا أحمد بن محمد بن صالح قال حدثنا محمد بن عبدون قال حدثنا الحسن الخياط قال كنت عند بشر الحافي فجاء نفر فسلموا علي فقال من أين أنتم؟ قالوا نحن من الشام، جئنا لنسلم عليك ونريد الحج. فقال شكر الله تعالى لكم. فقالوا نخرج، تخرج معنا؟ تيجي تسافر معنا يعني؟ فقال بثلاث شرائط: لا نحمل معنا شيئا، ولا نسأل أحد شيئا، ولا نسأل أحدا شيئا، وإن أعطانا أحد شيئا لنقبل. صعبة، ما نشيلش حاجة معانا، ولا نسأل حد يدينا حاجة، ولو حد أعطانا حاجة ما ناخدهاش. الله بقى، هننتحر بقى. قالوا أما ألا نحمل فنعم، وأما ألا نسأل فنعم، وأما ألا نقبل إن أعطينا فهذا لا نستطيع. فقال خرجتم متوكلين على زاد الحجيج. ثم قال يا حسن، الفقراء ثلاثة: فقير لا يسأل، وإن أعطي لا يأخذ فذاك من جملة الروحانيين، وفقير لا يسأل وإن أعطي قبل فذاك مما يوضع له موائد في حضائر القدس، برضو من الناس الأولياء بس أقل من المرتبة، وفقير يسأل وإن أعطي قبل قدر الكفاية، زي سيدنا إبراهيم الخواص لما قال له الراجل بالكعك قال يا دوب قدر الكفاية واداله الباقي، مش كده برضو؟ فكفارته صدقة، صدقه، فكفارته صدقه، يعني صدقه في السؤال. ما احنا لما ادينا درس للشحاتين قلنا لهم ايه؟ اللي يشحت ياخد بقدر كفايته، ولو شحت اكتر من كده يبقى حرام. يعني انت جعان شحت ربع جنيه، والرغيف الوقت بتباع بربع جنيه، يبقى لو خدت جنيه يبقى حرام، 75 قرش حرام، ربع جنيه بس اللي حلال، رجع ال 75 قرش وروح كل الرغيف حاف. فهمت ازاي؟ وما تشحتش تاني الا بعد ما تجوع تاني ويقرصك الجوع تاني تروح تشحت ربع جنيه تاني. فهمت ازاي؟ وهكذا. ادي انما ده يقعد يقول لك عايز اشحت وقاعد مدد ايده كده بقاله 24 ساعه لما لمله 200 300 جنيه. طب هتصرفهم امتى دول؟ وفي الاخر يجي له مكالمه على المحمول. ما ينفعش كده. وقيل لحبيب العجمي: لما تركت التجارة؟ فقال وجدت الكفيل ثقة. وقيل كان في الزمن الأول رجل في سفر ومعه قرص، يعني معه قرص كده زي قرص مثلا يعني كحك أو قرص مثلا فطير أو أي حاجة، معهوش إلا قرص واحد وسفره طويل. فقال إن أكلته مت، فمش عايز يأكله، ما هو لو كله معهوش حاجة تانية يبقى هيموت، إن أكلته مت فمش عايز يأكل، معتمد على الأرز. فوكل الله تعالى به ملكا وقال إن أكله فارزقه، وإن لم يأكله فلا تعطيه غيره. فلم يزل القرص معه حتى مات من الجوع. مش أنفق عليك، مش الحديث كده؟ أنفق عليك، هو ما أنفقش فلم ينفق عليه. فربنا وكل لي ملك قال له إيه؟ رأبه كده، لو كله يبقى ارزقه، لو ما كلوش خليه معاه. ففضل معاه لحد ما مات من الجوع.
توكله على القرص اللي معاه. فلم يزل القرص معه حتى مات ولم يأكل وبقي عنده القرص. يا نفس الحكاية، تلاقي الواحد يبقى معاه أموال قد كده مش عايز يصرفها فيما ينفعه في آخرته، يوم يموت وياخدوها الورثة يضيعوها في الحرام، يقوم لا أمه استفاد بيها ولا الورثة حتى مساكين استفادوا بيها. وقيل من وقع في ميدان التفويض يزف إليه المراد كما تزف العروس إلى أهلها. والفرق بين التضييع والتفويض أن التضييع يكون في حق الله في أمور الآخرة وذلك مذموم، والتفويض في حقك في أمور الدنيا وهو محمود. وقال عبد الله بن المبارك من أخذ فلسا من حرام، قربنا نخلص الحمد لله، الصبر جميل، فوض أمرك إلى الله. وقال عبد الله بن المبارك، أنا اللي عندي معاد هي بس احنا نخلص بس عشان أنا أصلا عايز أخلص بقى رسالك الشهرية دي علشان إيه أفضي يوم السبت. وقال عبد الله بن المبارك من أخذ فلسا من حرام فليس بمتوكل. طبعا اللي بيستعجل رزقه من حرام ده ومرضيش بالحلال يبقى ده مش متوكل، لان لو متوكل يراعي الادب في الاسباب، يراعي الادب في الاخذ بالاسباب، مش كده؟ برضو من علامات التوكل ايه؟ مراعاة الادب في الاخذ بالاسباب والرضا بالمقسوم الحالي، مش كده برضو؟ والتقوى في ايه؟ في المطلوب، يتقي الله في المطلوب. يروح الوقت يا اخي يبقى معاه عنده مصنع ويروح على البنك يعمل قرض بالربا عشان يبقى عنده مصنعين. طب ليه؟ طب ما انت مصنع حلو قوي، ليه تقترب بالربا؟ حاجة غريبة الشكل، لا يراعي الأدب في الأسباب ولم يرضى باللي قسم الله ليه. هو مدي لك مصنع حلو قوي، خليه هو لما يوسع لوحده وخلاص، لكن لا، خربوا بيت مصر. رجال الأعمال دول خربوا بيت مصر، خدوا أموال طائلة وهي أموال الناس، مساكين حطيناها في البنوك، خدوها وفي الآخر فشلوا في تجارتهم وتعثروا في سداد حتى القروض بتاعتهم، وفي الآخر سافروا وهربوا وبعضهم ماتوا وساب أولاده مديونين. طب وليه؟ ليه ده كله؟ ليه ده كله؟ أنت كنت مستغني من الأول. وعشان كده بيقول لك من أخذ فلسا من حرام فليس بمتوكل، يبقى طماع. سمعت محمد بن عبد الله الصوفي رحمه الله يقول سمعت نصر بن أبي نصر العطار يقول سمعت علي بن محمد المصري يقول سمعت أبا سعيد الخراز يقول دخلت البادية مرة بغير زاد فأصابتني فاقة فرأيت المرحلة من بعيد، فلما أصابوا فاقة شاف أن القرية بتاعته أنوارها بانت من بعيد، فقال يا الحمد لله ربنا نوصل أهو للقرية أو للاستراحة أو للكافيتيريا أو لأي حاجة بقى، عمار يعني، عمار يا مصر. فسررت بأني وصلت، قال الحمد لله. يبقى هو توكل على ايه؟ على القرية اللي شاف. ثم فكرت في نفسي اني سكنت واتكلت على غيري، فأليت الا ادخل المرحلة الا ان احمل اليه، فعاقب نفسي قال طب والله ما انا داخلها بقى على رجلي لما يشيلوني، فراح حفر حفرة لحد صدره عشان ما حدش يشوفه، وردم على نفسه ويدوب دماغه بس اللي طلع. بيعرفوا يأدبوا نفسهم، اصل دول اهل تجريد مقامهم عالي فبيعرفوا يأدبوا نفسهم. ثم فكرت في نفسي اني سكنت واتكلت على غيري، فأليت الا ادخل المرحلة الا ان احمل الي، فحفرت لنفسي في الرمل حفرة ودريت جسدي فيها الى صدري، فسمعوا صوتا في نصف الليل عاليا يقول يا اهل المرحلة ان لله تعالى وليا حبس نفسه في هذا الرمل فالحقوه، فجاءتني جماعة فاخرجوني وحملوني الى القرية. يبقى ده يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبين له انه هو بيقضي حاجته، مش رجليه اللي بتقضي حاجته، مش سعيه اللي بيقضي حاجته. وبعدين اراد برضو ان ربنا يظهر ولايته لاهل القرية من جهة تانية عشان ينتفعوا به، يبقى اراد اظهار ولايته لاهل القرية لينتفعوا به، واراد اظهار فضله عليه حتى لا يركن الى غيره. فشفت ربك بالعمل الواحد يؤدي فوائد كثيرة وحكم عظيمة.
سمعت الشيخ أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت محمد بن الحسين المخزومي يقول سمعت ابن المالكي يقول قال أبو حمزة الخراساني حججت سنة من السنين فبينما أنا أمشي في الطريق إذ وقعت في بئر فنزعتني نفسي أن أستغيث يقول الحقوني وقع في بئر فقلت لا والله لا أستغيث فما استتممت هذا الخاطر حتى مر برأس البئر رجلان فقال أحدهما للآخر تعالى حتى نسد رأس هذا البئر لئلا يقع فيه أحد وهو الرجل تحت فأتوا بقصب وبارية يعني حصير حشيش بارية كده حصير حشيش كده وجابوا عيدان بوص وخشب وردموا عليه عشان تبقى منبسطة يعني وطموا رأس البئر فهممت أن أصيح ثم قلت في نفسي أصيح إلى من هو أقرب منهما يعني لربي وسكنت ففضل قاعد ساعة تحت فبينما أنا بعد ساعة إذ أنا بشيء جاء وكشف عن رأس البئر وأدلى رجله وكأنه يقول لي تعلق بي في همهمة له كنت أعرف ذلك منه يعني وحش سبع كده فأخرجني فإذا هو سبع فمر وهتف بي هاتف طلعه ومشي السبع فهتف بي هاتف يا أبا حمزة أليس هذا أحسن نجيناك من التلف بالتلف نجيناك من التلف اللي هو البئر بالتلف اللي هو السبع اللي ممكن يفترسك برضه عشان تعرف ان ربنا ممكن يجعل من سبب الهلاك هو سبب النجاة نجيناك من التلف بالتلف فمشيت وانا اقول اهابك ان ابدي اليك الذي اخفي وسري يبدي ما يقول له طرفي نهاني حيائي منك ان اكتم الهوى واغنيتني بالفهم منك عن الكشف يعني ربنا بفعله معاه ولطفه وألطافه من وراء الحجاب أغنى عن أن يكشف له الحجاب من كمال فعل الله به علم أن الله مطلع عليه كأنما اطلع هو على الله فهمت ازاي وأغنيتني بالفهم منك عن الكشف تلطفت في أمري فأبديت شاهدي إلى غائبي واللطف يدرك باللطف لأنك لطيف فلا تدرك إلا باللطف فأدركتك بألطافك بي أدي معنى كلام ترأيت لي بالغيب حتى كأنما تبشرني في الغيب أنك في الكف يعني تبشرني في الغيب أنك أقرب إلي من كفي شفت قد إيه أراك وبي من هيبتي لك وحشة فتؤنسني باللطف منك وبالعطف وتحيي محبا أنت في الحب حتفه وذا عجب كون الحياة مع الحتف والعجب إن الحياة مع الموت يعني الحياة الحقيقية بالتوكل والرضا بقضاء الله تكون مع موت النفس وشهواته فالعجب كل العجب أن تكون الحياة مع الموت سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت أبا سعد التاهرني ولا التاهرتي التاهرتي يقول سمعت حذيفة المرعشي يقول وكان قد خدم إبراهيم بن آدم وصاحبه فقيل له ما أعجب ما رأيت منه فقال بقينا في طريق مكة أياما لم نجد طعاما ثم دخلنا الكوفة فأوينا إلى مسجد خراب فنظر إلي إبراهيم بن آدم وقال يا حذيفة أرى بك أثر الجوع فقلت هو ما رأى الشيخ فقال علي بدوات وقرطاس قال له طب اديني إيه ألم ورقة كده فجئت به فكتب بسم الله الرحمن الرحيم أنت المقصود إليه بكل حال والمشار إليه بكل معنى أنا حامد أنا شاكر أنا ذاكر أنا جائع أنا نائع أنا عاري أنا نائع يعني عطشان أنا حامد أنا شاكر أنا ذاكر أنا جائع أنا نائع أنا عاري هي ستة وأنا الضمين لنصفها الأول إن أنا شاكر ذاكر إيه حامد فكن الضمين لنصفها يا باري وفي رواية يا جاري يعني يا قريب مني مدحي لغيرك لهب نار خطها فأجر عبيدك من دخول النار يعني من سؤال العباد سؤال العباد عندي كالنار فأجرني من سؤال العباد أنا مش عايز أسأل العباد
والنار عندي كالسؤال، فهل ترى ألا تكلفني دخول النار؟ كتب الرسالة دي الرب يعني. ثم دفع إلي الرقعة وقال أخرج ولا تعلق قلبك بغير الله تعالى، وادفع الرقعة إلى أول من يلقاك. يبقى أخذا بالأسباب أهو، لكن مش معلق قلبه إلا بالله. قال فخرجت، فأول من لقيني رجل كان على بغلة، فدفعتها إليه فأخذها وبكى لما قرأ، وقال ما فعل صاحب هذه الرقعة؟ فقلت هو في المسجد الفلاني. فدفع إلي سرة فيها 600 دينار. ثم لقيت رجلا آخر فقلت له من صاحب هذه البغلة اللي وداله الفلوس؟ فقال لي هو نصراني. فجئت إلى إبراهيم بن آدم وأخبرته بالقصة، فقال لا تمسها، احنا هناخد فلوس نصراني؟ فإنه يجيء الساعة، زمنه جاي. فلما كان بعد ساعة وافى النصراني وأكب على رأس إبراهيم بن أدهم وأسلم. ودي بركة إيه؟ بركة التوكل. يعني هو بهت بتوكل المسلمين وكمال إيمان المسلمين وتسليم المسلمين فأسلم، ودي ببركة كمال التوكل على الله. ونقف على باب الشكر يوم السبت القادم، وجزاكم الله خير على صبركم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن التوكل عليه. بعضها كسبي وبعضها وهبي. أصل الكسبي قد يكون من العبد إن هو تحقق بمقام التوكل مع الأخذ بالأسباب فترة ثم ترقى فعفاه الله من الأسباب، فيكون فيها جانب أيوة يكون لها جانب كسبي في الأول. هذه المسألة والله أعلم، لكن كل جانب له كسبي وهبي، لأن كل جانب له جانب جذبي اللي هو جذب وسلوك، عشان عندنا الجذب والسلوك. فبعض المقامات يصلها الإنسان بالجذب، وبعض المقامات يصل الإنسان بالسلوك مع الجذب، وبعض المقامات يصل الإنسان بالسلوك فقط مع التوفيق، وعلشان كده فيها تفاوت كبير. فصعب تقول إيه كسب يعني ووهب مطلقا، صعب الحكاية دي. فنسأل الله السلامة والعافية وأن يردنا بما أقامنا فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن التوكل عليه وكمال التسليم له والتفويض إليه. نفوض أمرنا إلى الله ونتوكل على الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى حسن توكل المتوكلين عليه، وحسن كمال اليقين عليه، وحسن الإيمان به يا رب العالمين. وثبتنا على ذلك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. الفاتحة لأرواح جميع الأولياء الذين ذكرناهم اليوم في هذه الرسالة، ولأرواح جميع أولياء الله الصالحين وآل بيت نبينا ووالدينا والمسلمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله خير.